يا صباح الفل، صباح الهنا، صباح السرور. احنا النهارده في عيد يا فندم. ايه اللي انت بتعمله ده؟ باخد الشنطه عن حضرتك. هو انا قلت لك خد الشنطه؟ معلش انا راجل مهزع عشان عايز اساعد حضرتك. حقيقه فعلا. بعد اذنك خد هنا، تعالى. ايوه يا فندم. خد الشنطه. انا ما بخافش بقى غير من اليوم اللي بيبدا كده يا فندم. اتفضلي يا فندم، نورت الاوتيل. خلاص خلاص يا حبيبي، انت ايه بتشحط في اشاره؟ اسكت شويه. احنا النهارده في عيد. خلاص حاضر حاضر. ايه ده؟ حاضر. عايز السويت على البحر. عليك حاجة يا فندم؟ لا هو انا ما تقوليش حاجة، انت تجيب السويت وانت ساكت. طب ممكن بس نتكلم باسلوب اهدى من كده شوية، بلاش الاسلوب المتحزلق ده. لا هو انا اسلوبي كده، وتجيب السويت وانت ساكت. ممكن؟ ممكن اكون فهمتك، عشان هي بتبدا كده وفي الاخر بنكون بندور على شغل زي اسراء. ها؟ ولا انت جايه تاخد القود الفريق؟ ولا يكون ليكي اخت توأم. اطلب الامن يا سعيد. بس احنا ما عندناش امن يا ادهم. خلاص استلف امن الفندق اللي جنبينا. حاضر حاضر. ايه ده، هو انتوا متخلفين ولا انتوا اب نورمال؟ في حاجه غلط عندكم. عندنا حاله نفسيه ولا وساوس قهريه ولا تكوني حراميه؟ ايه ايه يا متخلف انت وهو ده؟ انتوا مش عارفين انتوا بتكلموا مين؟ ها انا اسف من لواني، فين صاحبين الاوتيل ده؟ اهدي اهدي بس خالص. اتفضلي اتفضلي. اشربي حاجه؟ لا لا ميرسي. انا بصراحه انا مش عارفه انت ازاي مستحمل المكان كده، ده في حاجات كتيره جدا عايزه تتغير. ايه ده؟ معلش معلش، ما هم كده كلهم. لا انت اما تاخدي الاوتيل ان شاء الله تمشيهم كلهم. وليه بقى قررت تبيع الاوتيل؟ انا اصلي مسافر بره، مهاجر. يعني انت هتسيب كل الهلمه دي كلها والمكاسب دي كلها اللي انت قلت لي عليها في التليفون عشان مسافر عادي يعني؟ بصي انا عايز اقول لحضرتك بس نبذه عن شخصيتي. اعمل ايه بالنبذه دي؟ لا يعني من باب الاحتياط، يعني ما حدش عارف الظروف جايه عامله. انا بصي انا رومانسي جدا، والله، ومش مادي ابدا، ماليش في الفلوس خالص، وحالم كده وهادي. وحضرتك متجوزه؟ افندم لا ما تاخديش في بالك. يا مستر فارس لو سمحت، انا عايز الثلاث اشهر المتاخرين عليك. انت ايه اللي دخلك هنا؟ لا انا فاض بيا خلاص، هو لا مرتب ولا تبس كده كتير قوي. ده رأي سعيد، انت اتجننت؟ اطلع بره. لا 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 يطلع بره فين؟ اهدى بس يا استاذ فارس، اهدى شويه. ممكن تقول لي ايه اللي بيحصل هنا؟ انا هقول لحضرتك على كل حاجه. بس بالله عليكي اديني اي حاجه. ده متخلف، ده متخلف. انت عارفه انا جبته يعني كان في المستشفى بيتعالج يعني. حتى بصي بصي عينيه، بصي بصي. هو واضح فعلا ان انت جايب الكاست كله كده من مستشفى المجانين صح؟ طبعا. ما قلت لك اتفضل اتفضل يا حبيبي، انا هجيب لك الدواء. اتفضل يا حبيبي. لا مش هتفضل، وهقول على كل حاجه. مش لاقي ياكل، الاوتيل مفلس، خسران، مديون لطوب الارض، البنوك والضرايب بعيد عنك. اقول لك على حاجه، احنا هيتحجز علينا قريب ان شاء الله. كمان وادينا بندور على حد اهبل يشتري الاوتيل ويتدبس فيه بعد كده. لا 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 انا هقول لك، اصل انا جبته اصلا من فندق جنبنا، كان شغال في الحمامات، ده كان تعبان قوي. وبعدين مش عارف بقول يلا حبيبي يلا روح. لا مش هروح في اي حته، مش هروح. عايز ترفدني ارفدني، انت رفدتني اكتر ما قبضتني. انا مش همشي من هنا غير لما تدفع اللي عليك. وبعدين مالك خايف منها كده ليه؟ تطلع مين الهانم دي؟ قول لي. انا اقول لك، انا الاهبل اللي كان يشتري الاوتيل ويضحك عليه، مش كده؟ يا اهبل لحظه واحده بس يا مدمازيل اسيا، يا استاذه اسيا. طب لحظه واحده بس نتفاهم. بقول لك ايه، انا مفيش تفاهم بيني وبينك اصلا. خلي البال من المتخلف ده، جيب لي شنطتي. مش قبل ما اوضح لك موقفي الاول. موقفك واضح، انك كذبت عليا وقلت ان الاوتيل بيكسب، هو اصلا بيخسر. معاك انت ان شاء الله بقى هيكسب. واحدة زيك كده زي القمر وكيوت، أكيد الأوتيل معاها هيكسب. والضرايب بقى اللي على الأوتيل؟ أخصمها لك من السعر. وديون البنك؟ الجدول، ديون الجدول. والله والموظفين الفشلة اللي أنت مشغلهم عندك دول فشلة. دول بقى ارفديهم براحتك، لو عايزين ارفدهم من دلوقتي ارفدهم، هما كده كده لازم يترفدوا. لا أنت صعب قوي، صعب قوي، أنا مش عارفة إزاي كده. طب ثانية واحدة بس، طب يا أستاذة آسيا. هتعصبني أكتر. هما سموكي آسيا على قارة آسيا ولا أنتِ آسيا ولا؟ وقلت لها اوتيل خسران، فلسان، مديون يا سعيد. ايوه ايوه شوحت يا سعيد وعليت صوتي كمان. ايوه يا سعيد، برافو يا سعيد، هو ده. لولاك كان الست التنكه اللي اسمها اسيا دي اشترت الفندق وشردتنا احنا. الحمد لله. ايدك بقى على 1300 جنيه يا ابني. هو انت ما بتفكرش في اي حاجه غير الفلوس؟ هو انت حتى مستخسر عليا ان انا افكر في الفلوس؟ على فكره لازم تتعالج يا سعيد. هعمل ايه طيب؟ ما الفلوس هي اللي مش عايزه تطلعني من دماغها. وبعدين هو التمثيل ببلاش؟ ده انا مثلت الدور اللي انت كاتبه لي بالظبط. عارف يا ادهم، انا حبيت التمثيل قوي، بسمع ان الممثلين بياخدوا على قلبهم قد كده. ربنا يوفقك يا سعيد، بس اهم حاجه الست دي تفشت من الاوتيل. تفشت 100%. ايوه يا سعيد. عيب عليك. غلطه عمري.
تعالى تعالى تعالى. ايه في ايه بقى؟ تعالى بقى. طب تعالى تعالى في ايه؟ تحتي. بص يا شيخ، ده دخل الاكل المدموزيل اسيا. ايه؟ ايوه. مدموزيل اسيا مين؟ اللي كانت قاعده مع مستر فارس؟ ايوه. اللي هي عينيها خضرا كده؟ ايوه. اللي شعرها كده اصفر كده كده؟ يا سيدي دي طبعا. بص دي اللي انت طفشتها من الاوتيل يا سعيد؟ بتتعشى جوه ولا بتتغدى جوه دلوقتي يا سعيد؟ معلش يا مستر ادم، انا لسه ممثل مبتدئ، شكلي يعني ما اقنعتهمش كويس. لا خالص ما تقولش كده، انت اقنعتني انا شخصيا. بايه؟ ثلاث ثواني يا سعيد. ثلاث ثواني ما اشوفكش قدام يا سعيد. حاضر حاضر. ثلاث ثواني يا سعيد. حسبي الله. بانجو مادمازيل، والله منورونا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا ما طلبتش الحاجات دي كلها، ايه اللي انت منزله ده؟ ايوه ايوه انا عارف. ده كادو من الغسطوان. والله انت بترشيني يعني عشان عرفت ان انا هشتري الاوتيل وكده؟ ده رشوه؟ لا لا والله ابدا، ده تطبيل. يعني عشان ما ارفدكش مع بقيه الموظفين، انت عبيط ولا ايه؟ ترفديني ليه؟ ده انا جايب لك اكل وترفديني ليه؟ طيب خلاص انا قبلت هديتك. ايوه كده. فكرني بقى اقول للمدير يخصم الاطباق دي من مرتب سيادتك. مرتب انا؟ تصدق والله العظيم انا غلطان اصلا ان انا جبت لك. انت قادره تكملي اللي في ايدك بلا الاكل ده؟ يا شيخه بس انا مش عارفه بصراحه، انا مش مصدقه نفسي. هو ده اوتيل ده ولا سيرك ولا ايه القرف اللي انا فيه ده؟ هاي. نعم. اهلا وسهلا بحضرتك. انا ده دكتور امجد. جاي تكشف عليا بالمجانة اكيد، لان عرفت ان انا هشتري الاوتيل صح؟ لا يا فندم مش كده خالص، انا جاي اقول لحضرتك بلاش تشتري الاوتيل. غريبة يعني؟ مش غريبة خالص يا فندم، انا شخص خايف على مصلحة حضرتك. بصراحة الاوتيل ده مديون وفاشل وتقدري تقولي ملبوس. احنا عندنا هنا جوست. فعلا، ما انا واخده بالي فعلا جوست وحاجات كتير قوي غريبه بتحصل لي. بس هو انت تعرفني منين علشان تقول لي كده؟ مش لازم اعرفك، الناس بتخاف على بعض مش عشان عارفين بعض. انا اول ما شفتك ارتحت لك قوي مشاعر. وبعدين يا فندم انا عندي ليكي اقتراح كويس قوي. ايه راي حضرتك لو تفتحي مستشفى في الغردقه؟ الغردقه مدينه كبيره جدا وسياحيه ومحتاجه مستشفيات، وعندي ليكي عرض هدايا. انا همسك اداره المستشفى دي. كان نفسي الحقيقه احقق لك الامنيه اللي انت بتقول عليها دي، بس انا فعلا متاسفه جدا، ما اقدرش امنك على فلوسي لان انت بتخون الراجل اللي مشغلك وبتبوظ له البيعه. يا فندم ما اسمحلكيش تكلميني بالطريقه دي، وبعدين انا ما فيش حد هنا بيشغلني، انا بشتغل لوحدي، تفعيل ذاتي. انا بقى اول ما اشتري الاوتيل هرفدك انت وذاتك. يلا ممكن تقوم من هنا؟ اسيا حقيقي اسيا. يلا 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 يلا، مش عارفه انتوا جايين منين. يلا يلا. واظن حضرتك كلتي الوجبه بتاعتك. بون ابيتي. قول الحمد لله انا اللي لقيتك. اشتريت الاوتيل ولا لسه؟ انت مين اصلا؟ انا مامور الضرايب اللي هحجز على الاوتيل دوت. انت قول اشتريتيه ولا لسه؟ هو الاوتيل اصلا هيتحجز عليه؟ ايوه هيتحجز عليه، وهيتحجز عليه بالجامد قوي. انا قلت انقذك قبل ما تتدبسي فيه. وانت تعرفني منين ان شاء الله عشان تنقذني؟ ما اعرفكيش، بس قلت الحاجة قبل ما تتدبسي فيه. غريبه قوي، مع انك المفروض تتبسط يعني ان الاوتيل خلاص هيتباع. ده معناه ان انا هدفع الفلوس لفارس وساعتها هيسدد الديون اللي عليه. والله في حكمه قديمه بتقول لا ترقص على احزان الغير، وبعدين فارس ممكن ياخد الفلوس ويهبط. لا ما تقلقش، انا هبقى ادفع لك واخصم الفلوس بعدين. طب وتتبسي انت في الموضوع ده ليه؟ يا سيدي انت عايز ايه؟ ما تجيب من الاخر على طول وتخلص. انا عايزك تهبقي من هنا. لا ما تقلقش خلاص، انا احتمال كبير ما اشتريش الاوتيل. خلاص كده اتبطيت؟ الحمد لله رب العالمين، اتكلي انت على الله، اتكلي على الله. الناس الغريبه دي. غريبة من شبه البورصة الأبيض. خليك. هو أنتوا خير باصين لي قوي امبحلاقين، اللي فيه حاجة؟ لا والله يا فندم، الفريم النظارة شيك قوي بصراحة. ما أنا عارفة. والفستان كمان لذيذ قوي. ميرسي، مش محتاجة رأيكم في حاجة. مش محتاجة. إيه؟ بونسوار مادموزيل. الشاي. بسم الله. إيه يا ابني اللي بتحببه ده؟ الشاي بيتحط جوه الطبق. أنت بقالك كام سنة ويتر ومش فاهم؟ وبعدين جايب الشاي كده حاف ورديحي، مفيش معاه حته جاتوه اي بيتي فور.
ايه وردي حد جاي اجيب لكم شاي بلحمه يعني؟ ما تشربوا بقى ما تزهقوناش بقى. ازاي بتكلمي بالطريقه دي؟ معلش معلش يا فارس، ما هو بصراحه الراجل غلب معاكم، يعني ينزل لها حاجات اكسترا وزياده تمرمط بيه الارض. ما نزلش انت مرمطت بيه الارض. على ايه يا جماعه شغل رجال الاعمال ده؟ الظلم انا ما بحبوش يا فارس. سوري ما بعرفش ان انت ما بتحبيش الاكستراز يعني. هو الاكستراز بس دي ما بتحبش حاجه في الدنيا. ما انت يا حبيبي ما فيش مدير تخاف منه اصلا. اوبا ايه ده؟ دي اديتها لك في قرطك. لو سمحتي عدوي لا قرطك ولا مرتكش، لو سمحتي ما تهزقيش قصدي يعني ما تجرحيش مستر فارس قدام الموظفين بتوعه. بعد اذنك يعني، بعد اذنك. انت مالك؟ اوبا لا ده حضرتك بقى بين حواجبك. يا عدوي انا المحامي بتاع مستر فارس وكرامته وكرامتي واحد، منفذين على بعض كده والله. ايوه عموما انا كده كده هطردكم كلكم لما اشتري الاوتيل، فمش فارقين معايا اصلا. اللي بيجي عليا ما بيكسبش. ايه ده؟ حضرتك قلتي هتشتري الاوتيل؟ شش لو سمحت يا نبي الله يخليك اهدى شويه احسن ترخص الثمن، شايفها؟ ايه انت هتشتري الاوتيل؟ بص يا فارس انا هسدد ديون البنك وهدفع الضرايب. وبعدين؟ والله لو اتبقت فلوس هبديها لك. دعم الله. انت بتشتري قفص طماطم يا عدوي؟ يعني قفص طماطم من الوش حلو ومن تحت مفعص؟ لا يا عدوي، عيب الكلام ده. بقول لك ايه، انت ممكن تروح تاخد لفه كده في المكان وتيجي، او ما تجيش اصلا على فكره، مش فارق وجودك. بعينك يا عدوي بعينك، انا مش هتحتح من هنا يا عدوي عشان ما حدش يضحك على فارس. ايه ده انا فتحت بقي؟ ايه ده المحامي بتاعك بيقول ان انت عيل صغير وبتضحك عليه؟ اوبا عيل صغير. بقول لك ايه، بقول لك تحترم نفسك بقى. انا اتكلمت هي اللي قالت عيل صغير؟ هو انا قلت حاجه؟ ما بصراحه اللي بتقوليه ده ما يرضيش ربنا. والله لو انت عندك حد يشتري الاوتيل اتفضل بقى. لحظه واحده بس، مش فاهم بس انت رايحه فين؟ والله يا انا داخله اوضتي اريح شويه عشان انا بصراحه انتوا صدعتوني، حاسه ان انا قاعده في سيرك مش ممكن. بقول لك ايه، انت قدامك ساعه تفكر وترد عليا. اوكي؟ لا احنا فعلا احنا نخنق، احنا فعلا سيرك. عاجبك كده؟ البيعه باظت يا عم، هي بايظه من الاول. الست دي بتستكردك وش حصل. برافو يا عدوي، ما عنديش حل تاني. لا عندك حل بس انت مش عايز تاخد بالك. ايه هو بقى الحل؟ تتجوزها. نعم اجوزها؟ ساعتها بقى لما تتجوزها هتورث وتسدد ديون البنك وديون الفندق. ده انا مش طايق اقعد معاها 10 دقايق. ده انت بنفسك مش طايقها. والله انا ما طايقها بصراحه، بس معلش يعني اعذرها يعني، يمكن عشان ما اتجوزتش قبل كده. خلي بالك الست دي لما هتتجوزها هتبقى في ايدك عصفور مقبض. وسيبني بقى اصلح البوظان اللي انت عملته، خلينا نشوف ايه اللي بيحصل. ده ده يوم زفت. هو قلب كده ليه؟ هو انا بتهزق النهارده كده ليه؟ عصفور ابيض. لا خلي بالك فعلا حضرتك النهارده يمين وشمال كشافات ودي، يعني النهارده مش يومك ده. ايه ده في ايه؟ في ايه؟ في بقول لك يا عدوي، حد جردك من ملابسك قبل كده؟ ماما زمان جردتني من ملابسي، بس هي بتحميني ايه؟ هو ليه السؤال ده؟ طب يا حبيبي اعتبرني ماما، يلا حبيبي عشان ميعاد الدوش. ايه ده ايه ده ايه ده؟ واخدة شنطتك وسايبانا ورايحة على فين؟ ماشية، مش قادرة اقعد هنا أكتر من كده. لا احنا محتاجينك تقعدي معانا أكتر من كده. لا ما أنا كده كده مش هشتري الأوتيل ده، ده أوتيل خسران وفاشل، أعمل أنا إيه دلوقتي؟ لا أنا مش عايزك تقعدي أكتر من كده عشان تشتري الأوتيل. أمال هقعد ليه؟ أنا جايب لك عريس. عريس؟ ليه أنا؟ أمال إيه أنا؟ بس أنا ما بفكرش في الجواز دلوقتي، إيه جواز إيه اللي أنت بتقوله ده أصلاً؟ بس هو طول الوقت عمال يفكر فيك. الجواز؟ لا العريس قرر لك ايه؟ ومين العريس؟ فارس. انا كنت واثقه، انا كان قلبي حاسس، قصدي يعني كنت شاكه. بصراحه انت تفاجئتني. والله انا يعني يعجبني احساسك. يلا بقى يا هانم خد الشنطه كده على الاوضه، هتقعدي مع فارس خمس دقايق بس، خمس دقايق. صح انا متسرع، انا متسرع جدا، مش لازم اهدى كده شويه. طيب ماشي خلاص، انا هروح اودي الشنطه في الاوضه وخمس دقايق مش هتاخر، مش هتاخر. ايه الرقه دي؟ مش قلت لك يا فارس عصفور ابيض؟ يا نهار اسود. وانت ليه ما اتجوزتش كل ده؟ والله يعني كنت متعقد شويه بصراحه من الجواز يعني. وراحت فين بقى العقده دي؟ زادت اول ما شفت اول ما شفتك اتحلت اتفكت. وانت بقى ما جربتيش الجواز ليه؟ والله انا اتخطبت حوالي 17 مره كده.
ايه مالك مستغرب كده ليه؟ زي ما اكون انا السبب يعني في فسخ الخطوبه. لا طب امال انت السبب في كم مره يعني؟ حوالي 16 مره كده. اه زي ما توقعت بالظبط. طب امال ايه السبب يعني؟ والله كلهم كانوا طمعانين في الفلوس. طب وما حاولتيش تخبي فلوسك عنهم ليه؟ لا حاولت عملت كده زي الافلام القديمه الابيض واسود، عملت فيها فقيره. اه زي اللي هو ليلى بنت الاكابر صح؟ اه تبقى اسيا بنت الاكابر. اه طب وايه اللي حصل؟ سابوني كلهم عشان فقير. اه فكروكي بتعملي الجزء الثاني بقى اللي هو ليلى بنت الفقراء. ايوه. ده بقى طبعا اللي عقدك من الجواز. لا بس انا عقدتي لسه ما اتفكتش. انت عارف ان انا جبت كلبة لما حسيت بالوحدة؟ يا شيخ؟ اه والله. طب امال ما جبتهاش معاكي ليه؟ طب ما تفكرنيش، ماتت. اه ما استحملتش. يا ترى بقى هتستحملني ولا هتموت زي الكلبة؟ لا هستحملك لغاية ما اموت برضه. انت ايه اللي جبرك على كده؟ ما هو بصراحة أنا لقيتك بقى طيبة كده وغلبانة وبنت حلال، محتاجة حد يطبطب عليكي كده ويشقر عليكي، فقلت أجوزك. والله؟ ليه يعني للدرجة دي؟ أنا صعبت عليك؟ إيه بتعطف عليا يعني ولا إيه؟ أنا مش فاهمة. لا لا بالراحة بالراحة شوية، ما تعصبيش. استغفر الله العظيم يا رب، بس أنت عصبتني. أنت بصراحة كلامك مستفز جدا. معلش معلش، ما أنا معلش ساعات كلامي بيبقى مستفز كده، بس لو عرفتيني هتلاقيني والله طيب قوي وابن حلال وحالتي تصعب على الكافر. طيب هي كلبة اسمها إيه؟ جوسي. جوسي؟ الله، حتى تبقى جوسي كده. الله يرحمها بقى. أنا يعني محتاجة أفكر. لا لا بصي، ما احنا لو فكرنا مش هنتجوز، ولو اتجوزنا مش هنفكر. صح هي صح. ضربت مرزبة ولمت شاكوش. تشبيهاتك رقيقة قوي. يبقى أعجبت بيا. يلا بقى، يلا عروسة قومي جهزي بقى، يلا. خير البر عاجله. أيوة صح، عندك حق، أنا مش هتأخر، مش هتأخر. بتعب يا جوسي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بدات اتشائم من الاخ فارس دوت. بتقول ايه يا استاذ؟ اصل حضرتك ما تعرفيش كل جوازه يا تحصل. مولانا يا مولانا يا مولانا، احنا ما صدقنا. انت مش عايز تقبض ولا ايه؟ عايز اقبض. فين الشهود؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ولا واحد فيكم عايز يشهد على عقد جواز الرئيس بتاعه؟ اه يا سفلة. هيدفع لنا الاول مرتباتنا المتاخره. اه يا نادل، هو انا رفضتك كم مره؟ كتير. زود عليهم مره. مولانا اتفضل، انا هشهد لوجه الله. والله مش ليك خالص، انا مشفتش منك حاجه حلوه. اتفضل. والله برافو عليك يا دعوي، وانا كمان هشهد لوجه الله. يلا خلينا نخلص ان شاء الله يتمر فيك. انا بقى هكتب بس هاخد اتعابي، انا واخد 30% وفاضل لي 70%. خدش كات، ما تقلقش، فارس بيه مضمون. يلا خلصنا من العقد، خلينا نخلص بقى. ابوس راسك. يرحمكم الله. يرحمكم. معلش سوري ناس. يرحمكم الله. لا معلش. هتسي. ايه ده؟ ايه في ايه؟ برضه يرحمكم الله. معلش معلش. هتسي. الله. بوظت المنديل اللي هكتب بيه الكتاب. هتغيره عادي يعني؟ معيش غيره، بس هتخيل برضه، مش اشكال. اسيا انت كويسه؟ مش عارفه، انا عندي كحه وبرد بقالي فتره. سؤال يا فندم. معلش. ايوه. الكحه اللي عندنا حضرتك ناشفه؟ اه ناشفه. اهلا وسهلا. اوعي تكوني سخنه. اه ايه ده؟ انت عرفت منين؟ اهلا وسهلا. سيكوزي موا مدام. اه حضرتك سخنه وبتكحي كحه ناشفه؟ ايوه. يهودي. طب انا هستأذن ان انا بقى عشان عندي شويه مواعين لازم اروح اغسل حالي. استنى، راح فين؟ انت شاهد على الجواز. انا مش شم حاجه، انا مش شم حاجه ومش مستطعمه اي حاجه. هو في ايه؟ يا ساتر، خدوا ساتر. إيه؟ العروسه لازم تعمل مسحه كورونا وفورا. يا ساتر ازاي يا امجد يعني؟ يا اخي تف من بقك، ما هي زي الفل اهي. فارس، هو انا ممكن يكون عندي كورونا؟ مش عارف. هو انا ممكن يكون عندي كورونا؟ ما حد يرد عليا. حضرتك لو احنا شاكين نبعد مش نقرب. لا ان شاء الله خير خير خير، ان شاء الله نعمل لها مسحه بعد كتب الكتاب. لا والله ابدا ما يحصل، لازم المسحه قبل الجواز. مش يمكن تتجوز مستر فارس وتعديه؟ اروح انا بالبطاطا فين بعد كده؟ ايوه ايوه يا جماعه، العروسه لازم تعمل مسحه وتعملها فورا، دي خطر، دي خطر جدا. اتفضلي يا عروسه قدامي ومن بعيد لبعيد. فارس امشي. الف سلامه يا فندم. عدوني يا جماعه، عدوني.
ألف سلامة يا ست الكل، ألف سلامة، خدها بقى، ألف سلامة، ألف سلامة. يا حظك المنيل يا فارس. ما خلاص مشيت يا مولانا، نحافظ بقى على التباعد الاجتماعي. لا دي نص عطفة بس. مبروك مبروك. انت بتيجي منين؟ على فكره دي بلكونه. ما انا عارف ان هي بلكونه. ايوه يعني في خصوصيه في الموضوع، ملك خاص. انا جاي اقول لك مبروك يا سيدي. مبروك على ايه؟ خطيبتك طلعت المسح عجابي. اسيا؟ كورونا؟ ايوه بالبندق. طب وبعدين؟ ولا حاجه، مش هتتجوزها خلاص. ما هو كده ممكن نكون اتعدينا منها كلنا. الدكتور امجد قال لي كده، احنا لازم نعمل المسح كلنا، بس انا هعمل المسح في البيت عشان الخشبه بتاعتي هناك. يا سلام، ومالك فرحان قوي كده؟ فرحان لانك هتمضي الوصل الهايم بتاع البهايم. تصدق انا شاكك ان العروسه دي جايه من عنده. من عند هايم؟ اه بتاع البهايم؟ اه وارد. استر يا رب، انت عارف ان انا غلبان ومش حمل مصايب زياده. استر يا رب، انا كمان غلبان والله. بس بقى ايه خير يا جماعه؟ في حاجه؟ مستنيين الدكتور امجد يا سيدي هيجيب لنا نتيجه المسحه اللي عملناها. مالك متوتر كده ليه؟ ايه مش واثق في نفسك ولا ايه؟ هي دي كمان فيها ثقة؟ اه طبعا، ما انا قدامك اهو، مفيش حاجة، عادي خالص. دكتور امجد بيتصل. استر يا رب، استر يا رب. دلوقتي استر يا رب، استر يا رب، انت كنت قاعد متوتر. الو؟ ايوه يا دكتور امجد، طمنا. قولوا النبي، قولوا النبي، انا ايه؟ فريدة ايه؟ حاضر. فريدة ايه؟ قول فريدة ايه؟ حاضر حاضر، اصبر اساله. ايوه يا دكتور امجد، فريدة ايه؟ مبروك، سلمي. الحمد لله. طبعا الكورونا عمرها تيجي لوحدها حلوة. انت كنت هتعيطي من شويه. والله هنشوف مين اللي هيعيط فينا دلوقتي. ممكن بلاش احاديث جانبيه عشان احنا في مصيبه. سوري يا دكتور، مع حضرتك. ايوه انا ايه بقى؟ انا يا دكتور مستر فارس ايه، ربنا يسهل له. ادهم ايه؟ سوري يا فندم، مستر فارس ايه طبعا. الحمد لله مبروك، سلبي سلبي. تمام الحمد لله. غريبه، سلبي ازاي مع انك اكتر واحد فينا خلطت اسيا؟ ما تحترم نفسك، ايه خلطت دي؟ وانا مش قلت بلاش احاديث جانبيه يا جماعه؟ انا لازم اكرر كلامي، احنا في مصيبه. ايوه يا دكتور، ايوه يا دكتور. غلاب غلاب، معلش غلاب يا عم، غلاب. لا ماشي مستر غلاب. غلاب ايه؟ غلاب ابو هاب محمد يا فندم. غلاب ابو هاب محمد يا فندم. ايوه المهنه محامي يا سيدي. محامي يا سيدي، هتفرق معاك ايه في التحليل؟ سلبي. مبروك، سلبي الحمد لله. ايوه انا بقى. لا لا، وانا انت ما قلتش اسمي. حاضر هدوي. ايه سلبي يا سيدي؟ الحمد لله. يا ساتر يا رب، انا كان قلبي حساس والله. يا ابني انت كده كده عندك بالهرسيا، مش فارقه. خفت والله الحمد لله. انا مش قلت بلاش احاديث جانبيه، ارحموني. ايوه ايوه انا ايه؟ طب انت ايه يا سيدي؟ انت ما جيتش ليه اصلا؟ ايه؟ طيب لا، الف سلامه يا حبيبي، الف سلامه. دكتور امجد بيقول لكم بيعتذر ان هو ما جاش عشان خاطر هو طلع ايجابي. زي واحنا؟ طب الحمد لله، سلامتك عليه، الف سلامه. يا جماعه يا جماعه، احنا الحمد لله مفيش حاجه، كلنا سلبي. كروانة. ايوه اجابه كروانة. كروانة مين؟ اجابه كروانة. اجري يا لهوي. سمعني مهرجان عندل عندل عندل. يا غلاب انا اتشليت. غلاب
يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه يا تيتا. تيتا؟ ايه انا غلطت؟ انت ما كنتش موجود ساعتها. امتى؟ لما جيت عشان احتفل بعيد جوازي مع جوزي من 40 سنه. لا ما كنتش موجود فعلا، ما كنتش اتولدت اصلا. مزعج. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، اتفضلي اتفضلي. ايه الاوتيل كله نور، الغردقه كلها نورت يا نينا، احنا النهارده في عيد يا فندم، في عيد والله. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، اتفضلي يا نينا، اتفضلي يا تيتا، اتفضلي يا انا. انا همسحك من حياتي يا فريده. انت كمان ما كنتش موجود يومها. فندم؟ انا عايزه انزل في نفس الاوضه. ما انا فندم ما كنتش موجود يومها، انهي اوضه؟ الاوضه اللي نزلت فيها من 40 سنه يا ادهم. شايف الوفاء يا سعيد؟ الهانم نزلت في اوضه من 40 سنه وفاكراها. انا فريده واقفه معايا في الريسبشن 40 اسبوع ما فكرتش فيها ثانيه يا سعيد. اهدى يا ادهم. حاضر يا سعيد. حضرتك يا فندم فاكره الغرفه رقم كام؟ اه طبعا. كام يا فندم؟ كانت بص على البحر. نعم. ما هي نص الاوضه عندنا بص على البحر يا هانم. فظيع. اسكت شويه. الله يحفظك. اندهلي قنديل، هو اللي اختار لي الاوضه يومها واكيد هيبقى فاكر رقم. حضرتك يا فندم قصدك مستر قنديل صاحب الفندق؟ ايوه، اصله كان جاري في الشرابيه كانت عينه مني في الرايحه والجايه. الله يرحمه يا فندم. قنديل مات؟ مات يا فندم، والحب بيموت وكله هيموت وما دايم الا وجه الله. يا حبيبي يا قنديل. حبيبتي يا فريده. يا حبيبي يا قنديل. طب يا حبيبتي يا فريده. ما تهدى بقى يا ادهم. الله جرى ايه يا تيتا؟ ما تصلي على النبي، ده احنا ما صدقنا نسينا. اسكت انت. حاضر. مات ازاي؟ يعني ايه مات؟ ده انا جايه مخصوص عشان اشوفه لانه وحشني، وكنت جايبه له معايا الكسكسي اللي كان بيحبه. هنبقى نوزعه رحمه ونور عليه ان شاء الله. انت مزعج جدا. اسف سعيد. أيوة. انت فعلا مزعج جدا. ثم ما حدش هياخد الكسكسي غيري. انا نفسيتي تعبانه، محتاج حاجه مسكره. حاضر، هبقى اعمل لك طبق. طب يا فندم حضرتك بعد ما عرفتي الخبر المفجع ده هتاخدي الاوضه ولا هتاخدي بعضك وتمشي؟ لا هاخد الاوضه طبعا، على الاقل ابقى كل يوم الصبح انزل اقرا له الفاتحه على البحر. بس هو مش مدفون هنا سعادتك. بس انا حبي اتدفن هنا يا سعيد. اهدى بقى يا ادهم. حاضر يا سعيد، حاضر. طب يا فندم حضرتك عارفه الغرفه عندنا بكام في الليله؟ ايوه عارفه. كانت ب 27 جنيه وقنديل ما رضيش يخليني ادفع. كمان حضرتك الغرفه دلوقتي عندي عامله بلس بلس 2527 جنيه. هي فصلت شحن ولا ايه؟ حضرتك الغرفه بقت ب 2527 جنيه. سامعاك سامعاك، ليه يعني حلفها واخدها وانا ماشيه؟ حضرتك عندك حق، قلت لي الكئيب ده ما يسواش 27 جنيه. اشوف لحضرتك يا فندم فندق تاني ارخص. حاضر. لا. طب يا فندم هتدفعي؟ لا. امال ايه؟ شوف لي مين اللي ورث الاوتيل ده واندهولي، هو اللي هيدفع. لا. ايه؟ حاضر يا فندم، حاضر حاضر. اهو اهو جه يا فندم مستر فارس وريث مستر قنديل وصاحب الاوتيل الجديد. في ايه يا جماعه؟ شكلك هتتدبس في مبلغ محترم. انت فارس؟ يا فارس يا حبيبي، ازيك وازي امك؟ هو انت تعرفي امي؟ دي حبيبتي الروح بالروح. الله، مش انت ابن فتحيه؟ اه ابن فتحيه الله يرحمها بقى. ماتت من زمان. يا حبيبتي يا فتحيه. يا حبيبتي يا فريده. يا حبيبتي يا فتحيه. يا حبيبتي يا فريده. اهدى بقى يا ادهم. هي فريده ماتت الحمد لله؟ لا لسه. يا خساره. هو حضرتك جاي تقلب عليا بوجع ولا ايه يا تيتا؟ ايه يا تيتا؟ اهدى بقى يا ادهم. ما خلاص بقى يا تيتا، انت كنت فين والناس دي بتموت واحد ورا الثاني؟ اخرس. حاضر. الله يرحمك يا حبيبتي، فابوك هيتقهر عليها. ابويا؟ لا يا فندم، ما هو ابويا. ابوس ايدك، ما تقولهاش على اي حاجه تاني، انا هبقولها على لسه الاموات كلهم واحد ورا التاني. وزود عليهم حب الضايع. ما تقرفناش بقى يا ادهم. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه يا تيتا. تيتا؟ ايه انا غلطت؟ انت ما كنتش موجود ساعتها. امتى؟ لما جيت عشان احتفل بعيد جوازي مع جوزي من 40 سنه. لا ما كنتش موجود فعلا، ما كنتش اتولدت اصلا. مزعج. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، اتفضلي اتفضلي. ايه الاوتيل كله نور، الغردقه كلها نورت يا نينا، احنا النهارده في عيد يا فندم، في عيد والله. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، اتفضلي يا نينا، اتفضلي يا تيتا،
اتفضلي يا أنا. أنا همسحك من حياتي يا فريدة. أنت كمان ما كنتش موجود يومها. فندم؟ أنا عايزة أنزل في نفس الأوضة. ما أنا فندم ما كنتش موجود يومها. أنهي أوضة؟ هي الأوضة اللي نزلت فيها من 40 سنة يا أدهم. شايف الوفاة يا سعيد؟ الهانم نزلت في أوضة من 40 سنة وفاكراها. أنا فريدة واقفة معايا في الريسبشن 40 أسبوع ما فكرتش فيها ثانية يا سعيد. اهدى يا أدهم. حاضر سعيد. حضرتك يا فندم فاكرة الغرفة رقم كام؟ آه طبعًا. كام يا فندم؟ كانت بص على البحر. نعم. ما هي نص الأوضة عندنا بص على البحر يا هانم. فظيع. اسكت شوية. الله يحفظك. اندهلي أنديل. هو اللي اختار لي الأوضة يومها وأكيد هيبقى فاكر رقمها. حضرتك يا فندم قصدك مستر أنديل صاحب الفندق؟ أيوه. أصله كان جاري في الشرابية بتعينه مني في الرايحة والجاية. الله يرحمه يا فندم. أنديل مات؟ مات يا فندم، والحب بيموت وكله هيموت وما دايم إلا وجه الله. يا حبيبي يا أنديل. حبيبتي يا فريدة. يا حبيبي يا أنديل. طب يا حبيبتي يا فريدة. ما تهدى بقى يا أدهم. الله جرى إيه يا تيتا؟ ما تصلي على النبي، إحنا ما صدقنا نسينا. اسكت أنت. حاضر. مات إزاي؟ يعني ايه مات؟ ده انا جايه مخصوص عشان اشوفه لانه وحشني، وكنت جايبه له معايا الكسكسي اللي كان بيحبه. هنبقى نوزعه رحمه ونور عليه ان شاء الله. انت مزعج جدا. اسف سعيد. أيوه. انت فعلا مزعج جدا. ثم محدش هياخد الكسكسي غيري. انا نفسيتي تعبانه محتاج حاجه مسكره. حاضر هبقى اعمل لك طبق. طب يا فندم حضرتك بعد ما عرفتي الخبر المفجع ده هتاخدي الاوضه ولا هتاخدي بعضك وتمشي؟ لا هاخد الاوضه طبعا، على الاقل ابقى كل يوم الصبح انزل اقرا له الفاتحه على البحر. بس هو مش مدفون هنا سعادتك. بس انا حب الدفن هنا يا سعيد. اهدى بقى يا ادهم. حاضر يا سعيد. حاضر. طب يا فندم حضرتك عارفه الغرفه عندنا بكام في الليله؟ ايوه عارفه، كانت ب 27 جنيه وعندي المرضيش يخليني ادفع كمان. حضرتك الغرفه دلوقتي عندي عامله بلس بلس 2527 جنيه. هي فصلت شحن ولا ايه؟ عليك الغرفه بقت ب 2527 جنيه. سامعاك سامعاك. ليه يعني حلفها واخدها وانا ماشيه؟ انت عندك حق، قلت لك الكئيب ده ما يسواش 27 جنيه. اشوف لحضرتك يا فندم فندق تاني ارخص. حاضر. لا. طب يا فندم هتدفعي؟ لا. امال ايه؟ شوف لي مين اللي ورث الاوتيل ده وندهولي، هو اللي هيدفع. لا. ايه؟ حاضر يا فندم. حاضر حاضر. اهو جه يا فندم مستر فارس وريث مستر انديل وصاحب الاوتيل الجديد. في ايه يا جماعه؟ شكلك هتتدبس في مبلغ محترم. انت فارس؟ يا فارس يا حبيبي ازيك وزي امك. هو انت تعرفي امي؟ دي حبيبتي الروح بالروح. الله، مش انت ابن فتحيه؟ ابن فتحيه الله يرحمها بقى. ماتت من زمان. يا حبيبتي يا فتحيه. يا حبيبتي يا فريده. يا حبيبتي يا فتحيه. يا حبيبتي يا فريده. اهدى بقى يا ادهم. هي فريده ماتت الحمد لله؟ لا لسه. يا خساره. هو حضرتك جاي تقلبي عليا بواجع ولا ايه يا تيتا؟ ايه يا تيتا؟ اهدى بقى يا ادهم. ما خلاص بقى يا تيتا، انت كنت فين والناس دي بتموت واحد ورا التاني؟ اخرس. حاضر. الله يرحمك يا حبيبتي، كان ابوك هيتقهر عليها. ابويا؟ لا يا فندم، ما هو ابويا. ابوس ايدك، ما تقولهاش على اي حاجه تاني، انا هبقولها على لسه الاموات كلهم واحد ورا التاني. وزود عليهم حب ضايع. ما تقرفناش بقى يا ادهم. كده برضو يا فوفا تنسى تيتا نازلي وما تعرفنيش اول ما تشوفني. انا مش فاكرك اصلا، وبعدين انت شكلك اصغر من امي بكتير. مش قوي يعني يا واد، اصل انت برضو كان عندك يجي سنه ونص دقلوجه صغننه كده لما امك اتخانقت مع كل الستات اللي في العماره ومسكناها بقى رنيناها حته على قصدك شرشوحه ولسانها طويل. والله في الاخر بقى ابوك قال ايه؟ القعده هنا مش هتنفع، خدكم ومشيتوا بقى. معلش بقى الظروف. بس وحشتني يا فوفا. بقولك ايه؟ انا هنا صاحب الاوتيل، بلاش فوفا دي. ليه بس كده يا مستر فوفا؟ حد برضه يتبرى من اصله؟ اخلص خالص. حاضر انا اسف، اتفضلي كملي يا تيتا. تتبرى من ايه؟ ده انا ياما غيرت لك كوافيلك وانت صغير. ايه ده؟ هو ما كانش بيلبس بامبرز؟ يا ابني بامبرز ايه؟ هما كانوا لاقيين ياكلوا، دول كانوا معدمين وكحيانين، دمه كانت بتشحت مني كوبايه الزيت اللي هتقلي بيها الطعميه اللي هتبيعها للعيال على ناصيه الحاره. طب يا نازلي بقى انا هسيبك مع سعيد يوصلك لغايه هنا، عشان حديث الذكريات ده بقى مؤلم قوي، وما تحكيش اي حاجه. لا لا عيب عيب، انا سر. لا لا بقولش اي حاجه انا. اتفضلي يا تيتا سرك كبير، احكي لي احكي لي ذكريات الماضي قولي لي. بص بقى، اصل هو ابوه كان اصلا كان بيمشي يشحت. اتفضلي.
اتفضلي يا تيتا. انا اهلك على الشنطة. حاضر حاضر. اتفضلي. ايه ده؟ انت حاطة فيها ايه؟ والله حطيت فيها شوية معلبات وصينية مكرونة بالبشاميل كده تقضيني يعني الفترة اللي انا قعدها عندكم. وحد قال لك ان اكلنا مش ولا بد؟ ايه؟ ايه؟ انتوا عندكم اكل هنا؟ امال هنخلي الزباين تموت من الجوع؟ طبعا المطعم مفتوح طول اليوم. ما شاء الله كمان عندكم مطعم. طبعا يا تيتا. هو انت طالعه سفاري؟ انت في اوتيل خمس نجوم. الله الله، معلش استنى بقالي كتير قوي ما خرجتش من بيتنا يا ابني. ويوم ما تخرجي تجيلنا على هنا. امال اروح فين وانا ليا غيركم؟ من البيت للاوتيل ومن الاوتيل للبيت. الشنطه دي انا شفتها قبل كده. شفت ليلى مراد كانت ماسكه اختها في الفيلم بتاع شاطئ الغرام. اخراج هنري بركات. حكايتي في الهوى مكتوبة في قلبهم دول العالي الدواء المية والهوى. كل سنة حضرتك طيبة يا تيتا. الله ايدك انت كمان. ايه حضرتك مش هتديني تبس؟ لا تبس ايه لا سمح الله، ما تقولش كده، مش اي حد قاعد في الأوضة دي هياخد تبس. هات. ايه عايز ايه؟ مفتاح الأوضة. اتفضلي. هو ده المفتاح؟ هو ده كده، ده الكارت مكان المفتاح. كمان بدخل اوضه بورقه؟ لا بدل المفاتيح سعادتك. عارف اغنيه زي الهوى؟ طبعا كلمات محمد حمزه. ما شاء الله عليك. كان خليك سمعها لي كده وانت ماشي، عايزه اسمعها من ظهرك. حاضر يا تيتا. سمعني يا حبيبي يلا وريني. زي الهوى يا حبيبي. الله. زي الهوى يا حبيبي. الله لبس قال فاكرني عبيطة، عايز ياخد الربع جنيه الفكة اللي معايا. حبيبي يا فوفة. فوفة؟ فوفة دي دلع فاطمة، دلع فيفي، لكن مش دلع فارس. يا اختي انت حلوة بيضة يا اختي. كمل اكلك كمل اكلك. لا 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 انا اكلت خلاص. ولو خليك قاعد معايا، ولا انت فاهم انك هتهرب مني؟ اصل انا لسه ما اكلتش والدكتور قال لي خطر ان انا اكل لوحدي. ماشي بس بلاش بقى تقعدي تحكي عن تاريخ المشرف والذكريات اللي فاتت. ما بحبش الفضايح ابدا. لا ما انا عارف انت هتقولي لي. زي عمتك زليخه. زليخه؟ انت تعرفي عمتي؟ اوعى تقولي انها ماتت. لا عايشه، عايشه الحمد لله، بس ما اعرفش عنها حاجه. طول عمرك براوي، تحبش تعرف اهلك؟ اعوذ بالله يا شيخ، اعوذ بالله. والله فاكر يا فوفه لما كنت صغير وتنزل تلعب قدام الباب مع العيال، وفجاه قلقان جاي تدقلك كده ويزغنهم كده، قاعديني على حجلك. اقول لك يا ابني قاعديني على حجلك. اروح مقعدك على حجري، لازم تعملها عليا. ايه؟ والله وتغرقني تغرقني، ما اعرفش كنت بتجيب المدرسه. خلاص خلاص بقى خلاص بقى خلاص خلاص. انا مسامحاك ما تزعلش. قول يا حبيب قلبي، اتهببت ولا لسه؟ اتهببت؟ اتجوزت يعني ولا لسه؟ لا اذا كان كده لسه ما تهببتش. مين اللي هترضى بيك؟ ما انت طول عمرك بخيل وقيحه. والله مين اللي هترضى بيك؟ وفي طب دي بقى عرفتيها ازاي؟ اذا كنا احنا سيبنا العماره وانا عندي سنه ونص. يا سلام، طول عمرك كده من صغرك، حدش يعرف ياخد منك حاجه ابدا. كنت صغير دقلجه صغنن كده اهو، وتبقى ماسك حته الحمصيه ولا سمسميه في ايدك، ويا ويل ولو عيل حب ياخد منك قطمه تناوله بوكس تشق له مناخيره. انا؟ يا ساتر عليك يا ساتر. مش ممكن، انت كده مطلعه شكل وحش قوي. يا سلام، طب نسيت ابن البواب؟ ده انت سوابق اصلا وعندك 100 محضر من وانت عندك سنتين. ده انت رزعت الواد ابن البواب في الحيطه، شقت له دماغه، خليته خد 7 غرز. يا حرام، من يومك وانت مين اللي هترضى بيك؟ هات لي. لا عشان انا سوابق. الله يخرب بيوتكم يا بتوع الكورونا، جبتوا لنا الجايحه يا اولاد الجايحه. كده الواحد يعرف يخبط بامان. ايه في ايه؟ انت بترش عليا ليه؟ ده انت اللي عندك كورونا. عايز ايه؟ انا غلطان اللي جاي اطمن عليكي بعد ما جاتلك الجايحه. والله على ماما. والله مش على ماما، على بابا الصراحه. طب انجز قول عايز ايه. بص يا بنت الحلال، انا جاي اقول لك تعيدي نظر يعني في جوازك من فارس، خصوصا ان هو عايز يتجوزك عشان خاطر ميراث جده. ميراث جده؟ لا مش ميراث جده، ميراث جده.
بص هو انا عارفه ان انت جاي تبوظ الجوازه دي، حاجه انا متاكده منها جدا. انا انت بس انا بقى اللي انا عايزه اتاكد منه ايه موضوع ميراث جده ده؟ معرفش بقى، اسالي فارس بقى. انا بس انا ما قلتلكيش حاجه. ها ما قلتلكيش حاجه. يلا اتكلي على الله، خش جوه خش جوه عشان الكورونا ممكن تنتشر. خش جوه خش جوه خش جوه يا ساتر، شبه الكورونا. ادي حكايتي يا ستي، من بعد ما رجعت من السفر ومات جدي وكتب لي الوصيه المشؤومه عشان يجوزني بالعافيه. الله يرحمه أنديل كان دايما يقول لي هو انا خلفت غير فوفا حبيبي. الله يرحمه كان طيب، الله يرحمه ويديله الصحه يا رب يا رب. وكان دايما يقول لي هو اللي هيجلطني فوفا والله وهيشلني منكد عليا عيشتي. وانت ايه، مفيش فايده فيكي؟ ما صعبتش عليكي بعد كل اللي حكيته لك؟ تصعب عليا ليه؟ ما انت اللي عملت كده في نفسك. لو كنت اتجوزت لوحدك ما كانش هو كتب الوصيه دي عشان يخليك تتجوز غصب عنه. ما هو مش بمزاجي، غصب عنه. بعد كارما ما ينفعش اعمل اي حاجه. مين كارما؟ كارما دي كانت حبيبتي، كنت بحبها وعايز اتجوزها يعني. كانت غنيه جدا، اغنى مني بكتير. ابوها ما رضاش يجوزها لي، بس هي بصراحه ما حاربتش عشاني. تبقى ما تستهلكش. يلا والله حصل حصل بقى. اديني سافرت عشان انساها. ما عرفتش تنساها عشان كده ما عرفتش تتجوز. مشكله. طب وايه الحل؟ الحل الوحيد يا فوفا انك تحب بجد. احب؟ تحب ايه وامتى وازاي؟ دي الضرايب هتحجز عليها وهتسجن خلاص. وماله يا حبيبي؟ مين عارف مش انت تقابل بنت كويسه وتحبها بجد قبل ما تدخل السجن، فتتسجن كده وانت مبسوط وحالتك النفسيه مرتفعه وحلوه، وتقعد تحب فيها وترسم صورتها كده على الحيطان زي انور وجدي في امير الانتقام يا حبيبي. الله. هو حقيقي فعلا؟ أنا عايز الانتقام ده حبيبي. والله أنت يا فوفا طول عمرك حبيبي والله، وأنت صغن قد كده خش تبدأ لك عندي في البيت. أقعد ساكت يا فوفا. لا لا، عايز إيه يا فوفا؟ تطرطش لي مية في الصالة كلها، تغرق لي الحيطان كلها يا سيد. أنا كنت قد كده. وإيه ده؟ نظري نظري. منين ده؟ نظري هات لي أكل. هتيجي نقوم أحسن. لا أنا عايز أكل. كنت أكل إيه؟ مش عايز اكل ولا عايز اشرب، مش عايز حاجه. يلا بينا نمشي. انا لسه ما اكلتش. كاك دي لا لا، ما انا مش حافظ غير كاك دي لا والله. حقك عليا. اهلا بيكي منوره. كاك دي لا يا فندم. خرشو يا عسل. خرشو يا فندم. تعالى هنا. حاضر فندم. حاضر. اخيرا مسكتك. لا لا لا، مش انا. ده امجد يا فندم. وايه اللي مش انا ده امجد؟ ما اعرفش حضرتك، قلت لي اخيرا مسكتك وانا مش عارف انا عملت ايه، فقلت اجيبها في امجد يعني. خالص. حاضر يا فندم. ركز معايا. ركز يا فندم. قول لي مين اللي في الصوره ده؟ دي؟ ايه ده؟ انت هتبص في اشعه. لا ما انا مش شايف مش شمس يا فندم. ده مين ده يا فندم؟ انت اللي تقول لي مين ده؟ يا فندم حضرتك موجود وانا هقول مين يا فندم؟ بلاش اختبارات، ما يصحش، عيب. معلش نبطل نعزم على بعض، مين اللي في الصوره ده؟ ما انا مش عارف يا فندم مين، اصل ده السحنه دي يعني اكيد ما كانتش نازله عندي في الاوتيل، اصل انا افتكر اي نزيل افتكره، انما ده لا. طب بص، هو مش نزيل، ممكن يكون زائر. فندم انا افتكر كل الزوار، انا بيجي لي زائر الفجر، زائر بالليل، ما افتكرش الزوار انا. يعني انت تفتكر كل النزلاء بس الزوار لا. يا فندم النزيل هيدفع ازاي؟ هيمشي. صح معاك حق، انت توجع دماغك. يلا قدامي على البوكس. لا 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 لا، افتكر يا فندم. ثانيه واحده، استنى يا فندم. استنى ايه؟ استنى يا استاذ سعد الصغير، ما توترناش. ايوه ايه؟ ايوه اطلع من الكابينه وكلمني. ايوه. ها لقيت ايه؟ لا مش انت هتستعبط. لا انا قصدي مش هفتكر، بس افتكرت يا فندم. ده اسمه سميع. سمع يا فندم. لا سمع. ايوه يا فندم. هو قال لك ان اسمه سمع؟ ايوه يا فندم، وقال لنا كمان ان هو رئيس شعبه الضرايب اللي جايه تحجز على الاوتيل. بالظبط يا فندم. يا ابن اللذينة. ايوه يا فندم. وسمع ده مش جاي لكم تاني؟ جاهز جدا يا فندم، هم اصلا وراهم غيرنا. هو زهدي. زهدي؟ مين زهدي ده؟ كائن عسليه يا فندم كده، تلاقيه يخرج لك من اي حته، ما تعرفش هو بيعمل ايه في الاوتيل. ادهم، في اي علامه مميزه؟ يا فندم، دي فجاه وقف كده قال لك يا رب صبحنا وربحنا وفين عبادك ما تفضحنا. او 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 افتكرته قدامي. خرشو. ايه ده؟ مساء الخير. مساء النور. غريبة قوي ان انت جاي لحد هنا. ايه ده، انت مش خايف تتعدي ولا ايه؟
انا مش سامعك. الليل بتاع ده ملوش لازمه خلاص، النتيجه طلعت سلبيه. لا والله. اه طب الحمد لله. بس انا بوزيتيف. لا لا بهزر معاك بهزر معاك. هو ده بقى اللي جمد قلبك وخلاك تيجي لحد هنا؟ طبعا مش خبر حلو، لازم انا اللي بشارك بنفسي. والله انا كان نفسي تيجي تصبرني قبل ما تطلع المسحه الثانيه، يعني تيجي توسيني كده يعني. ما انت كنت معزوله. كان ممكن تكلمني في التليفون على فكره، ولا انت لو كلمتني في التليفون هتتعادي؟ اصل بصراحه التليفون كان فصل شحن، قعدت ادور على الشاحن ادور على الشاحن ما لقيتوش، وبعدين خفت برضه في الاوتيل يقولوا ان في حاله كورونا هنا، والدنيا اصلا متنيله فهتتنيل اكتر يعني. صح صح عندك حق. طيب عايز حاجه تاني؟ اه طبعا. احنا مش هنتجوز بقى؟ يلا بينا نتجوز. ايه ده بجد انت لسه عايز تتجوزني؟ على فكره انا عمري ما غيرت رايي. ايه اللي هيخليني اغير رايي يعني؟ معقوله انت قاسيه زي القمر. اصل انا اكتشفت بصراحه ان انت عايز تتجوزني بس علشان تاخد الميراث بتاع جدك. ميراث جدي؟ مين اللي في الاوتيل قال لك الكلام ده؟ لا والله انا مش هقول لك مين اللي قال لي في الاوتيل. انت يعني خايفه عليه يعني؟ ما تخافيش ما تخافيش مش هضربه، انا عارف ان انا شخصيه قويه. لا والله انا مش خايفه على حاجه، انا خايفه على نفسي بصراحه. انا مش هقدر اتجوزك لاني انا اكتشفت ان انت عمرك ما حبيتني ولا هتحبني. انت بس عايز تتجوزني عشان تاخد الميراث بتاع جدك، وممكن تطلقني عادي بعد ما تاخد الميراث عادي جدا. فاكره مستعد احلف؟ لا ولا تحلف لي ولا احلف لك. خلاص طب عادي. جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت. إيه أنا اللي أتيت وأعلم من أين. إيه زودي في إيه؟ اتخضيت صح؟ شفت زي ما قلت لك بالظبط 24 ساعة ما خسوش ساعة، يا الدفع يا الحبس. والنبي يا زهدي أنا مش فايق لك، كفاية اللي أنا فيه. مالك يا فارس في إيه؟ متضايق ليه؟ فضفض لي. ما أنت عارف يا زهدي الورث والجواز مش لاقي عروسه. ما تقلقش دواك عندي، انا هجوزك نعمات خرز البقر. خرز ايه؟ البقر دي كانت رقاصه بترقص بالشمعدان اربع ادوار بسكان وما سعادة البي، بس الحمد لله تابت. هو انا هتجوزها ولا هتجوز الشمعدان؟ هتتجوز سوري. ولما هي هتتجوز سوري انا هعمل ايه؟ كده وكده يا اخي. اه قصدك جواز سوري سوري. ايوه طبعا، تمضي على القسيمه تستلم الميراث وتطلعها بعد كده يا اخي. والله فكره حلوه تصدق. اهو الواحد برضه ما بيبقاش يتجوز بجد ويقفش الفلوس. ودي بقى هتجيبها لي امتى؟ تخرج من المستشفى بالسلامه باذن الله. مستشفى؟ اه. ليه هي مالها؟ بتعمل عمليه زرع طحال. والطحال بتاعها ماله؟ اتاكل من عوامل التعريه. هي عندها كام سنه؟ 95 سنه. 95؟ هتجيب لي عروسه عندها 95 سنه زهدي؟ يا سيدي احنا مش عايزين اكتر من كده، تمضي على القسيمه وتستلم انت الميراث واستلم انا الفلوس وان شاء الله تموت يا اخي. طب ودي هتكمل معانا ازاي دي؟ احنا نبقى نكلم غلاب يجيب انبوبه اكسجين يحطها جنبها في الكوشه. والله تصدق انت طلعت اجدع من غلاب. انت طلعت قلبك عليا اهو. انا مش قلبي عليك الصراحه، انا قلبي على الفلوس. ايا كان يعني، المهم خلاص قولي مبروك. البقاء لله. حياتك اللي بقى. الحق انا بقى اروح اجيب تصريح الدفن. اتفضل. ممكن اسلم عليك تاني؟ ليه؟ عشان لقيتك مره واحده وحشتني. يا اهلا وسهلا يا فندم، منوره الاوتيل كله. احنا النهارده في عيد والله في عيد. ايه الاوتيل الكحيان ده؟ نعم. انا حاسه ان انا داخله بانسيون ولا لوكاندا معمول لها ابجريد. نعم. وبعدين في ريحه وحشه في المكان، مش عارف مش طايقه الريحه. الريحه دي منك انت؟ لا والله يا فندم. لا لاخدك عامل كده يبقى انت. لا يا فندم انا مستحمي والله. اه اوكي. بص انا مش طايقه المكان بصراحه باللي فيه. تحب حضرتك يا فندم ابعتك على اوتيل تاني مع احتفاظي بالتبس؟ انت بتحتفظ باللبس بتاعي ليه؟ ده لبسي انا. وبعدين التبس يا فندم. ايه ده هبخرني يعني؟ ايه التبس يعني؟ وبعدين انا مش قادره اروح ادور في مكان تاني، انا تعبانه. على فكره بقى يا فندم التبس هنا اقل من بره بكتير. انت بتتك على التبس يعني؟ شكلك هتاخد 100 تبس على قفاك. ربنا يخلي حضرتك يا فندم. يا عذوق احب الكاش. معاك فكك 200؟ فكه؟ اه. يا نهار ابيض، وانا اللي كنت فاكر هاخد ال 200 كلها. يلا اهي نوايا تسند الزير.
يلا هي 1000 جنيه. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. ميرسي جدا، ميرسي جدا، بس معلش عشان بس نتاكد بس ان ال في ناس اصلا بتبقى كاتبه الصفر الاخير ده مش باين مموه، فاهم؟ يا ساتر يا رب. بس ايه عشان نبقى ايه هسرقها. ايوه تمام. يلا السلام عليكم. لا يا فندم بعد اذن حضرتك، كل سنه وحضرتك طيبه. اهو انت عايز تبس برضو؟ طب غمض عينيك. فتح عينك. عايز التبس اللي في الايد دي ولا اللي في الايد دي؟ خلينا في اليمين. يبقى دي. مفيش تبس. يلا سلام عليكم. لا بعد اذن حضرتك ايه اللي تشوفيه؟ مش ممكن، مش ممكن، انت فظيع ما بتسيبش حقك. اتفضل يا سيدي. 20 جنيه اهي. ايه ده؟ يلا. وجاي على نفسك كده ليه يا فندم؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ايه؟ ال 200 جنيه بتاعتي. بعدين بعدين. لا هو ايه اللي بعدين؟ هو انا كمان هصرف على الزباين؟ وطي صوتك يا حيوان انت، انت بتقول تصرف عليا؟ بقول لك ايه يا فندم؟ انا ما عنديش مبدا وقليل الذوق، انا عايز ال 200 جنيه بتاعتي دلوقتي حالا. يا اخي يا اخي خلاص الرحمه والانسانين عدموا، اعتبرني امك الصغيره. امي؟ انت بتقول انا امك. بقول لك ايه؟ ما تتوهنيش، اديني ال 200 جنيه. اصل انا بصراحه جايه هنا ادور على شغل، واوعدك اول مرتب اقبضه اديك الفلوس بتاعتك. اقف جنبي يا اخي في ايه؟ استغفر الله العظيم يا ربي. انا لو جاي اعمل بطاقه كان زماني خلصت الاجراءات بتاعتها وروحت. يا فندم يا فندم انا بقالي ساعه واقف مع حضرتك ما فهمتش اي حاجه غير ان انت اسمك اسراء. اسراء؟ ايوه. حاف كده؟ انا بجد مش فاهمه بيشغلوا الاشكال اللي زيكوا ازاي في الاوتيلات الكبيره دي. لا وكمان في الريسبشن. على فكره يا فندم انا متخرج ومعايا شهاده تقدير كويسه جدا. يا حبيبي لا حضرتك ما اسمحلكيش. الحمد لله. اصل انا اقول لحضرتك على حاجه. انا بكح حضرتك من حق اكح. بكح ايه؟ ايه ده في ايه؟ انت مجنون يا ابني. انت وبعدين انت خليتني اقطع معاك. انت معدي يلا؟ لا انا مش معدي. امال ايه في ايه؟ انا حضرتك عايز اقول لحضرتك بس. طب للمدير بتاعك يلا واقول له ان اسراء وصلت. وخلي بالك لو عرف ان انا وصلت واستنيت لحظه واحده هيرفدك. اللحظه بتفرق. رمز الجمل. انت نازله انتخابات؟ ده على اساس ان انا جايه باليافطه يعني؟ لا انا اسف انا اسف انا هكلم مستر فارس المدير بتاعي واقول له استاذه اسراف وصلت. يلا اسراف؟ قول له اسرافه يلا. اي سوري يا مدام. مدام؟ مش مدام صح؟ مش مدام انت حته انت بتتكلم انت مدام. عارف انت اسلوبك يتغير يبقى حلو كده ربنا يبارك لك واجي لك فرح الازهر. لا 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 يبقى لي امرح بيكي. يلا انت خالتي اللتته ليه كده؟ ما هو اللي جايبني الكلام عارفه ده يسكت انا ما بسكتش ده بيسكت. يا ابني اقفل يا ابني يا حبيبي ما تغليش كتير معايا يلا عشان خلقي ضيق. لا يا فندم ربنا حاضر. يلا اطلبوا يا بيه اتفضل اطلبوا. ايوه يا مستر فارس. ايه ده؟ انت مجنون. بعد اذن حضرتك انا عندي هنا اسراء هانم واقفه معايا. نعم فندم؟ خدها من ايديها ووديها عند حضرتك وشوف تشرب ايه؟ حاضر يا فندم. لا اوامر اوامر. استاذن حضرتك اجي اخدك من ايدك اوصلك لمستر فارس واشوف تشربي ايه؟ تاخدني من ايدي توصلني لمستر فارس ده على اساس ان انت موديني الحضانه ولا تلاكيك شباب هي؟ تلاكيك شباب ايه حضرتك؟ انا مالي انا اقول بيقول ولا انت بتشوحني ولا ايه؟ انا مش بشوح لحد. بقول لك ايه؟ لا بقول لك انت إيه؟ عايز دماغين على فكره. دماغين؟ اه انا بتكلم ليه؟ ما ده اللي جايب لي الكلام. أيوة. لو يسكت ما بيسكتش. ايوه انت عايز ايه دلوقتي حضرتك؟ تعالى اتفضل وديني لمستر فارس. هلف لي. انت لسه هتلف لي يلا يا بيه. لا تحت امرك اللحظه بتفرق مش همز الجمل. عينيا تحت امر حضرتك. تحت امر حضرتك. يا نهار ايه؟ تحت امر حضرتك. احنا هنصلي الجمعه يا ابني. ايه ده؟ لا انا طول اليوم واقف على رجلي فبيطلع لي دوالي وكلالي. كلالي؟ اه اتفضلي حضرتك. ايه ده اتفضلي يا ست الناس منورانا منورانا. اتفضلي يا فندم. لا حضرتك اتفضلي الاول اتفضلي. خريج معهد لاسلكي. اه خريج معهد لاسلكي. اهلا 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 اسراء هانم. المفاجاه الحلوه دي. ميرسي. انا اسف ان انا جيت بعديك يعني. ما تكررهاش تاني. بس ما كنتش اعرف ان حضرتك سنك صغير كده. انت شواف على فكره. ها عجبك الاوتيل؟ بصراحه قذر قوي وانا لو اعرف ان الموضوع كده ما كنتش جيت مخصوص من القاهره. طب يعني ايه اللي ما عجبكيش في الاوتيل؟ قصدك ايه اللي عجبني في الاوتيل؟ حضرتك الاوتيل بتاعك ده محتاج اعاده ضبط المصنع يتفرمت كده من اول وجديد فيرجع اوتيل. طيب ما حضرتك بقى هتعملي اللي احنا ما قدرناش نعمله. بس دي مهمه صعبه قوي. اعتبر الاوتيل بتاعك من اللحظه دي. كنتش متخيله ان الموضوع يبدا بمشاكل كده. بصي ابعتي بس المدير المالي بتاعك واحنا هنتصرف في كل حاجه. بس انا ماليش مدير مالي. انا متعوده انا اللي اتفق على الديل بتاعي. ديل؟ سوري الديل. اه بس برافو برافو ان انت بتعملي كل حاجه بنفسك. قولي بقى يا فهرس فارس.
قولي بقى يا فارس هتديني كام؟ اديكي ايه؟ هو انا هديك الاوتيل لحيلتي وادفع لك عليه فلوس كمان؟ تديني الاوتيل؟ مش حضرتك اسراء هانم اللي كلمتني في التليفون وجايه تشتري الاوتيل؟ اشتري الاوتيل ايه حضرتك؟ هو انا لا اكل عشان اشتري الاوتيل؟ امال انت جايه ليه؟ جايه ادور على شغل. انت جايه تشتغلي عندي؟ مفاجاه صح؟ اطلعي بره. ايه ده ايه ده فارس في ايه؟ انت بتكلمني ازاي كده؟ فارس قومي يا بنت قومي. فارس ايه؟ يا نهار اسود. قومي. تمام تمام بس خلي بالك انت كده رفدتني من قبل ما تعيني. بره بره؟ ماشي ماشي تمام. ده ايه ده؟ لا قومي اتعنطازه قوي. لا وفارس فارس ايه يا جماعه هتعملوا ايه في البنت اسراء الوحشه الشريره دي؟ انا سمعت ان هي هتشتري الفندق من فارس. ايوه فعلا مستر فارس قال لي كده وهو بيكلمني في التليفون. المصيبه ان هي انا عارف اكيد هتجيب موظفين جداد وتطردنا كلنا واحنا بقى نبدا من اول وجديد ونرجع لحياتنا القديمه. طبعا طبعا ده هيطردكم يعني شر بليه. واحنا هنطرد لوحدينا؟ ما انت هتطرد معانا. ها؟ هتطرد معانا؟ طبعا ما انا هطرد معاكم طبعا يعني ما انا مش زي زيكم انا صح يا سعيد؟ بس المشكله يا دكتور امجد ان انا لو اطردت خايف ارجع شغلانتي الاولانيه اللي انا كنت بشتغلها وانا صغير قبل ما اشتغل هنا. ادهم ادهم مالك؟ اصل وانا صغير كنت شايف. لا ادهم عشان خاطري قول. كنت بشتغل على باب سايبر. باب؟ تعمل ايه؟ بمسك يافطه كده واقول فيديو جيم ونت فيديو جيم نت سايبر الساعه ب 5 جنيه الساعه ب 8 جنيه سوبر ماريو عربيات سوبر ماريو فيفا يابانيه يابانيه يلا تعالى. الله انت بطوله حلوه قوي يا ادهم. ادهم على فكره انت لو كنت استمريت في المهنه دي كنت هتبقى انجح من شغلك في الريسبشن. ربنا يخليك يا دكتور تسلم لي بس انا معقد يعني عشان وانا صغير كانت العيال بتقعد تمشي كده وتخطف مني البتاع وتقولي يا لتيكين وتجري. حد كان بيزقلك بطوبه؟ كان في حد بيزقلني بطوله. حد كان بيشنكلك وانت ماشي؟ كان بيشنكلوني وانا صغير. برضه انت ماضيك اهون من ناس كتير يعني انا 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 مش عايزك تتحرج من ماضيك لان في ناس الماضي بتاعها اسود واضحل من كده. اضحل ازاي يا دكتور؟ ناس كده يعني ناس. دكتور قول فضفض. ادهم دكتور مكسوف ما تكسفش يعني قول قول. وسعيد قول. امشي يا سعيد. هو انا غريب؟ قول. هقول لكم وانا صغير في المدرسه كنت ببدل سندوتشات الجبنه بتاعتي بسندوتشات اللانشولن مع العيال واللي ما رضاش يديني بديله بقله في مناخيره. هي البقله دي بالنسبه لك السواد اللي في حياتك؟ لا. امال ايه؟ انا عملت حاجات اسوأ من كده. طب قول. مكسوف يا سيدي قول. ادهم قول. دكتور بصراحه بعد العصر كنت بخش السايبر. كنت بحبه جدا. ايوه الراجل بقى كنت تيكن كان بيقعد يقول الحاجات دي. الراجل بقى يروح شمال يمين اروح واخد انا الدراعات تمام؟ واروح فككها. فككها كلها وباعها بالقطعه. باعها بالقطعه؟ ايوه. انت كنت ساكن فين؟ كنت ساكن في مرازيق البلد. مرازيق البلد؟ فين؟ ايوه جنب مراجيح عم مرزوق. والسايبر كان اسمه ايه؟ عم مرزوق الاكبر. انت عارف انا مين؟ انت ادهم. ادهم ابن مرزوق الاكبر. ده انا هديك بقله في وشك. ما تتكلمش معايا باسلوبك. اتكلم باسلوبي. استهدوا بالله يا شباب. انت قصدي انت هواجم ايه؟ انت القليل ادب يا جماعه. استهدوا بالله يا جماعه. مرزوق مين وسايبر مين؟ اسراء مين اللي بتتكلموا عليها دي بالصبح؟ يا عم اسراء، اسراء اللي الصبح فضلت تهزق فينا. انت ايه يا الله؟ اللي عايزه تشتري قلت ايه؟ تشتري قلت ازاي؟ دي سالفه مني 200 جنيه وقالت لي هرجعهم لك بعد اول مرتب. لا ارجع تاني بالكلام كده. سالفه منك يا حبيبي؟ 200 جنيه. سالفه منك 200 جنيه؟ يعني كل التهزيق اللي احنا تهزقناه ده وسالفه منك 200 جنيه؟ والله العظيم لو اوريك ايام سودا يا سعيد. هو انا مال انا يا ادهم؟ هو انا مش الصبح قلت لك اديني 200 جنيه عشان اكمل واجيب العربيه؟ ايه 200 جنيه تجيب بيهم عربيه ايه؟ عربيه لعبه يا ادهم. عربيه بالدراع. يا سلام. اصل ابن عم مرزوق. ابن عم مرزوق. ما تتكلمش معايا بالصوت. اتكلم براحتي. وعلى فكره احنا قاعدين بنتكلم في اي حاجه وسايبين حاجه مهمه جدا ان اسراء دي لازم نوقفها عند حدها. لا وانا كل ما بجيب سيرتها بتفضل تتجنن. انا اتجننت يا سعيد؟ انا قصدي انت بتتكلم معانا بحنيه مفرطه. انا عايز اسراء دي اول ما اشوفها امسكها كده ارقشها بسناني ارقشها كده. بقول لك يا سعيد في واحده هنا اسمها اسراء هانم جت من شويه. شفتها بس هي هانم من انهي ناحيه بالظبط؟ بلاش غلبه، عايزك تطفشها من الاوتيل قبل ما تشتريه. يا اخوانا بالراحه على دماغي شويه. قلتلي اللي تشتريه وهي سالفه مني 200 جنيه. لا 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 بجد كده مش ممكن، احنا كده خلاص خبنا. بقى انا اترفض قبل ما اتعين؟ ليه؟ ماليش اهلي يسالوا عليا؟ هو يطول اصلا يعيني في الاوتيل عنده؟ اهو ده منظر واحده تشتري اوتيل ولا حتى تشتري ربع روم؟ مش معقول هي دي؟ لعلمك بلغ المدير بتاعك اني هشتكيه في مكتب العمل
وهفضحه في كل حتة، فيسبوك، تويتر، انستجرام، والتيك توك. هدي أعصابك يا أنسة، مش برضو أنسة؟ إن شاء الله. هايل، بداية مطمئنة. أنت مين أصلاً؟ غلاب عبد الوهاب، المستشار القانوني لفارس بيه. ما تجيبليش سيرته على لسانك، أنا بتعفرت لما بسمع سيرة الراجل ده. لا أكيد ما أقصدش يزعلك، أنا هخليه يعتزلك بنفسه. مش لما تفهم الأول إيه اللي حصل؟ شغور بقى. اتفضلي يا هانم، نشرب درينك كده في الكافي شوب. ايه ده، درينك بالنهار كده؟ انا عارف انه بالليل. لا لا انت فهمتي غلط، ده عصير فريش، اعصر اشرب على طول. اوكي بس سوري كرامتي ما تسمحليش، انا لا يمكن استنى في المكان ده ثانيه واحده. طب اديني فلوسي. غرفه داهيه بقى، غرفه داهيه. اتفضلي يا هانم اتفضلي. افهم بقى، انت ليه ما سبتهاش تمشي؟ انا اللي عايز افهم، انت ازاي افتكرتها اسراء اللي جايه تشتري الاوتيل؟ عشان انا لسه ما شفتش اسراء التانية دي لغايه دلوقتي. بس والله العظيم يا فارس البنت دي غلبانه قوي. غلبانه؟ دي غلبانه دي؟ الله، بتجري على ثلاث ايتام وامهم يا راجل. يا عم دي تلاقيها بتاكل اكلهم. دي طلبت عندي في المكتب اتنين عصير قد كده. يا فارس خليك شواف، فرق معده. امانه عليك يا فارس، شغلها واكسب فيها ثواب. بقول لك يا غلاب، هي كبرت في دماغي بقى. يا انا هي في الاوتيل. طب والله العظيم ما تحتاج لها. صدق غلاب؟ هحتاج لها في ايه؟ هو انا عندي زباين اصلا عشان احتاج لهم موظفين؟ يا عم هو انا قلت لك شغالها موظفه؟ شغالها اي حاجه تعملها بايديها. ماشي يا اديك شايف العينه. شغلها اي حاجه والنبي ابوس ايدك، حرام عليك، اوتيل طويل عريض ما فيهوش غيري. هو انا ايه؟ شمشون؟ ده انا لو شمشون كان زماني فيصت. شمشون؟ يا ابني اسمه شمشون بالنون. يا سيدي سميه حكشه، المهم تجيب حد يساعدني. الواد ده بغض النظر يعني ان هو بيرمي ودن، والله عنده حق، بيخدم في ست مطاعم، اي نعم مفيش زباين لكن كفايه الرايحه والجايه يعني. طبله طبله طبله. ايه المشكله لما يطبل للحق؟ جاب كسر حقك. انت واقف ليه؟ امشي على غور. هلا الوزو الوزو في عينك. يلا بقى احكي له اللي حصل. لا لا خلاص والله عدوي، اتكل على الله، اتكل على الله عدوي. الواد ده بيمشي كده ليه؟ دي مشيت الوزو اكيد. انا هحل له اكيد. بقول لك ايه، البنت دي خريجه جامعه والانجليزي بتاعها مش بطال. انجليزي ايه؟ هاف ا نايس داي. وكسبتي لغه بالسرعه دي؟ يا متمكنه. صباح الفل والنرجس والياسمين على شجره حياتي. صباح الفل. بقول لك ايه؟ ايه؟ انت لحقتي اشتغلتي بالسرعه دي؟ عيب عليك، انا اسراء. اوعي اوعي تكوني قلتي ان انت خطبتي. لا اقسم بالله ما حد عرف، مع اني يعني مش عارفه ليه انت مصمم ان احنا نداري حبنا. ما اقدرش اداري حبنا، ده حبنا باين قوي، اكتر حاجه باينه في حياتنا. بس هم هنا مانعين جواز القرايب. ايه؟ قصدي مانعين شغل القرايب. فاهمه ازاي؟ هم هنا بيحبوني قوي وبيقدروني، وانا ليا هاله. يا هاله! هاتي لي شاي، هاتي لي شاي بسرعه. ايش ايه؟ انت بتوطي صوتك عليا؟ هو الاوتيل ده فيه حد؟ ده مهجور يا عم. استني بس عشان محدش يسمع. بقول لك ايه؟ ايه؟ هو مستر فارس عينك ازاي بالسرعه دي؟ مش عارفه. انا عايزه اقول لك ان اول مره شافني كان هياكلني بسنانه. نعم؟ ايه؟ ياكلك ازاي؟ انت فاكر ان هو هياكلني بسنانه؟ لا مش قصدي ان هو يعني هياكلني بسنانه، اقصد ان هو كان متعصب عليا يعني. كده. بس فجاه كده راح مغير رايه. كده على طول؟ صرتي مؤثرة. يا ساحرة. ساحرة مستديرة. أموت في الجول. أكيد كانوا مزنوقين في عمالة، حمامات، دلمن، كيدز إيريا. حميك بالشاي دلوقتي ولا أعمل إيه؟ رد فعلي يبقى إيه دلوقتي؟ لا أنا مش قصدي أزعلك. أزعلك إزاي؟ ده أنت مني. ده أنت كلي. حاضر. إسراء. نعم. I love you. Big hug. مبروك يا مولانا، جوزت تامر وبسنت امبارح وهتجوز فارس الليله دي. عيب عليك، انا عمري قلت لك حاجه وما حصلتش. لا لا العروسه هنا. ما يوافقش ازاي؟ هو في غيرها قدامه؟ هي ما توافقش يا راجل، هي هتلاقي واحد زيه فين بس. الف مبروك يا عم، بيضلك في القفص حبيبي. حضرتك انا كلمت مدام اسراء على كل تليفوناتها مقفوله. ما تعرفيش هي فين بما انك مديره اعمالها يعني؟ او اعرف هي فين طيب على الاقل. طيب حضرتك اول ما تعرفي اي حاجه كلميني ضروري والنبي. ريح نفسك، محدش هيكلمك.
مالكيش دعوه. واضح ان الهاني مش هتشتري الاوتيل، فكانت في كلامها. ومالك فرحانه قوي كده؟ طب العند فيك هتشتري الاوتيل. هو انت ليه مصمم تبيع الاوتيل وخلاص؟ احسن ما ابيع نفسي واتجوز اي جوازه والسلام. هو انت عايز تبيع اي حاجه وخلاص؟ عندك حل ثالث؟ طبعا، ظبط امورنا مع الضرايب ونقسطهم زي ما كل الناس بتعمل. ايه الحل العبقري ده؟ ده ايه الجمال ده؟ طبعا. واجيب بقى حضرتك فلوس الضرايب دي منين؟ من ارباح الاوتيل. اه حاسبي حاسبي، عشان الاوتيل مليان. حاسبي ده الاوتيل مليان ناس. بصي بصي الاوضه دي، وانا لاقي اوض ولا لاقي ناس ولا لاقي اي حاجه؟ مستعجل على رزقك انت. عملت لك ديل مع شركه سياحيه هتضمن لنا 300 ليله سياحيه كل سنه. قول لي مبروك بقى. وال 300 ليله دول طبعا هيسددوا لنا الضرايب اللي علينا. يعني النوايا تسند الزير. نوايا؟ نوايتي ايه؟ انا عايز الزير. ايه الطمع ده؟ ما تقدرش تبقى جشع كده. اتفائل. بقول لك ايه؟ روح اتفقلي بعيد عني. امشي امشي. بقى كده؟ امشي امشي. شكرا. ايه اللي انا في ايدي يا ربي؟ النوايا قال. القهوة يا فندم. عادي يا اسراء. ما يصحش اقعد في مكان اكل عيشي. عادي، ما تخافيش، انت في حمايتي. وانت مين؟ انا قلت لك انا محامي فارس بيه. واهم حد في الاوتيل هنا. ترزعي بقى عشان عايزك في موضوع مهم. طيب حاضر، في ايه؟ ما تزقش. قول لي. انا شفتك بتسرفزي على الواد اللي اسمه امجد. ايه؟ انا يعني عشان بس لو حد عدى يفتكرني جست عادي. اه بتشوفي كوبايتي؟ اه لا فاهمه كل حاجه، بسم الله ما شاء الله. ايه موضوع امجد اللي بتسرفزي عليه ده؟ قصدك الدكتور امجد؟ دكتور؟ دكتور على نفسه. شكله واخد دبلوم صناعي وعاملهم علينا. لا والله، ده مفهمني ان هو اهم حد في الاوتيل هنا. طبعا. بصدق يشوف واحده جديده ما تعرفش حقيقته. استاذنك بس ايدك بس، معلش معلش. بقول لك ايه؟ اتفضل. لو طلب اي مشروب يدفع فلوسه حالا. طبعا، هو في ايه؟ انا سوسن قدامك. انا بفهمك. بعد رجلك بس استاذنك كده. ايوه. حلو كده؟ معلش بس التراب كان باين. اؤمرني. تعرف انك حلوه قوي. الله يكبر بخاطرك. لا لا بجد، يعني لفت نظري، لفت نظري جامد يعني. ما يبقى عيب في حقي لو ما لفتش نظرك بصراحه يعني. بس يعني هو حضرتك عايز ايه؟ عايز اعرف انت مرتبطه؟ على حسب. ايه ده؟ انت مش فاكره اذا كنت مرتبطه ولا لا؟ لا يعني مش، اللهم صل على النبي. طب نمشيها مش مرتبطه؟ والله كان قلبي حاسس. استاذنك رجلك بقى كده. اتفضل. انت معلش، انت بتسال ليه؟ بس انا جايب لك عريس. عريس كده مره واحده؟ المفروض بالنسبه لك على مرتين، بس المره دي يعني جاي مره واحده. اوكي. اوعى ايدك كده، معلش معلش. انا شايفه شغلها كويس جدا. اه طبعا، نظيفه نظيفه في نفسي. طب والعريس ده يبقى مين؟ لا لا مش قادر اقول لك، خليها مفاجاه. رغم اني متاكد انك هتوافق عليه مع كل الفروق اللي بينكم. الفروق؟ يعني فرق في السن مثلا؟ لا مش بالظبط يعني. هو من الزواحف وانا الثدييات يعني؟ لا 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 ابدا، انتوا الاثنين من بر الميات. لا دمك خفيف قوي. معلش استنى كعب رجلك كده. اتفضل حبيبي، اتفضل. انا عارف يعني انك لما تقربي منه وتعرفيه هتتاكدي انك هتتولدي على قديم من اول وجديد. هتولد على قديم من جديد؟ هو دكتور نسا وتوليد ولا ده جرافيك؟ لا 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 كتير كتير قوي، كتير قوي. لا قومي في شغلك، قومي في شغلك يا اسراء. يلا في ايه القلبه دي حضرتك؟ يلا حبيبتي. حاضر يلا. حاضر. لا لا رجلي ومحتاجها والله. خدي على واسع، خدي على واسع. طيب حاضر. حول الله يا رب. قمر استاذنك بس كده، معلش معلش معلش. اه لا ده تمام، معلش انا اسفه انا اسفه. يا بختك يا فارس، يا بختك يا ابن المحظوظه. عايزنا نتجوز اسراء؟ عندك غيرها؟ دي لسانها بينقط سم يا سيدي. بالحنيه هينقط عسل. عايزنا نتجوز جرسونه عندي يا غلاب. لا ما انت هترفدها وبعدين تتجوزها. يا ابن اللذينة، يعني انت عملت كده مخصوص عشان اتجوزها؟ برافو عليك، طول عمرك ناصح. طب اللي عندي فيك بقى مش متجوزها. بص انا سمعت منك الجمله دي كتير في المسلسل بتاع الجواز بتاعك ده، وانا ما عنديش غير نفس الرد. عندك اوبشن تاني؟ هبيع الاوتيل. الله، هي مش الست اللي كانت تشتري الاوتيل نفضت لك وقفلت التليفونات في وشك؟ ايه نفضت لك دي يا غلاب؟ والله هزعل منك. يا عم اهدى بس، ما تزعلش مني. سيبك انت من اسراء اللي كانت تشتري الاوتيل دي، خليك مع اسراء اللي هتضمن لك مستقبلك. قال يعني هي وافقت تجوزني؟ هي الطول اكيد هتوافق. بسرعه كده؟ يا ابن الحلال مفيش بنت ما بتحلمش بالجواز، بعدين انت لما هتعرفها كويس هتصعب عليك وهتتجوزها. جرى يا غلاب؟ هو انا جمعيه خيريه؟ لا لا لا، على فكره انا خليتهم يحجزوا لها اوضه على حسابك من جنبك يعني. يعني عشان تلحق تفتحها في الموضوع. هو انت لسه ما فتحتهاش؟ لا فتحتها بس ما قلتلهاش مين.
اتفضلي يا هاني اوضتك. ومالك قرفان كده ليه وانت بتقولها؟ ما حسيت ان انا داخله بيت الطاعه. اصل انا بصراحه مستغرب قوي، يعني ازاي ادوكي اوضه زي دي وانا اللي شغال معاهم بقالي 7 سنين هنا ما قاعديني في اوضه شركه مع عدوي؟ هبقول المشكله بتاعتك دي لرهام سعيد في برنامج صبايا الخير عشان تحلها. وبطل نفسنا. هنفسن على ايه؟ ده انت مستلفه مني 200 جنيه هترجعهم لي اخر الشهر لما تقبضي. لا انا مستلفه 180 جنيه، يعني مديالك 20 جنيه مقدما، ومع ذلك هرجعهم لك اخر الشهر 200 جنيه. اه صح. طب انت تعرف ان انت لو اديتني 180 جنيه برضو هرجعهم لك اخر الشهر 200 جنيه؟ تصدقي فكره؟ 180 200 220 ايه؟ اتفضلي. يلا بسرعه قبل ما ارجع في كلام. على فكره انت لو مراتي مش هتخافي على مصلحتي كده. شفت بقى؟ ساده وحياتك عايزه مخدتين زواده. بس دي شغلانه الهاوس كيبر. وانت ايه الهاوس كيبر ايه؟ الله، ولا التبس بقى دي الهاوس كيبر؟ لا من عيني الاثنين. هروح اجيب لك المخدتين. ساده. ايوه. نسيت تديني 180 جنيه. معلش الفرحه نسيتني. يلا فين هم؟ ينفع 200؟ طبعا طبعا يا روح حيات. هات ربنا يكتر من هبلك يا رب. على فكره إيه؟ انت كريمه قوي وجدعه قوي. بعد اذنك قوي. اتفضلي الكارت. هات يا روح. ده بنت اللي عبيط قوي. بيضالي في القفص. ايه ده؟ اللي هيجيب المخدتين؟ ايوه ايوه. في ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ امجد؟ اللي جابك الاوضه بتاعتي يا امجد؟ يا جت عليا انا؟ هو لسه خارج منها يا هانم. ايه ده انت بتقول ايه؟ الله. في ايه؟ ايه الاوضه الجميله دي؟ اسماك وورود وابشورات. اسراء اشمعنى انت اللي ادوكوا الاوضه الجميله دي؟ كده يا امجد؟ ده بدل ما تقول لي مبروك قالوا انا اللي داخله الاوضه عماله اقول لا ونبني توبه توبه في عش حبنا. اه يا امجد. عش حبنا؟ بس ده عش كبير قوي يا اسراء. ايه المشكله يا روح انت بتحسدنا ليه؟ اسراء. نعم. ما تسرحيش بيا يا اسراء. في ايه؟ الموضوع ده في انا. ولا انا ولا منا يا حبيبي. كل الموضوع باختصار. بحب الحركه دي قوي. مغير مش احمد. ايوه. اسراء. ايه؟ قولي لي تاني. شفت بقى؟ مش تقولي كده من الاول. لا تقول كده انت ظالمني. انا ظالمك. اسراء. نعم. I love you. I kill you. بموت فيكي. طبعا يا سعيد انت عارف ان اي معلومه انت بتجيبها لي بديك تمنها فورا. كدابه. عمره ما حصل. هيحصل. من امتى؟ من دلوقتي. عايز تعرفي ايه؟ عايز اعرف دلوقتي هم ساكنوا ليه البنت اللي اسمها اسراء دي؟ انا مجرد جرسونه. قولي انت بقى. انا نهزر. انا بسالك انت. نفس اللي انت فكرت فيه. حتى دي عايز يتجوزها؟ ما قداموش بنت غيرها. ما كان عايز يبيع الاوتيل. وانت اقنعتيه ما يبيعش. يعني جت على دماغي انا في الاخر. اسود. ما اعرفش بقى. الحقي اتصرفي لو تقدري. ايدك على ثمن المعلومه. ضربه في ايدك. عايز ندفع فلوس في معلومه زفت زي دي؟ والله كنت حاسس انك هتغدري بيا عشان كده خليتك انت اللي تطلعي المعلومه من نفسك. انا مش فتان يا كدابه. اهو انت يا نصابه. اهو انت يا وحشه. انت اوحش. يا رب ما تتجوزي فارس. لو النبي تعالى يا سعيد خلاص هديك والله الفلوس اللي انت عايزها يا ولا. تعالى. انا اسف ان انا اتنرفزت عليك شويه. يعني شويه؟ انت اتنرفزت كتير على فكره. ما انت كمان اسمك اسراء. ايوه. ايه المشكله في اسم اسراء؟ يعني عندك عقده منه؟ خلاص سميني ادهم. الله تصدق ليه عليكي اكتر؟ والله؟ لا مش قصدي، قصدي افتكرتك اسراء اللي جايه تشتري الاوتيل. هو انت بجد هتبيع الاوتيل؟ انت خايفه ابيع الاوتيل كده ليه؟ واخاف ليه ان شاء الله؟ ماسك عليا صور؟ صور؟ ايه الرخص ده؟ لا انا قصدي يعني المشتري الجديد ممكن يتخلص من العماله القديمه وانت منهم. انا؟ يا باشا انا لسه متعينه، يعني لسه فريش كده بخيري. بصي الحل الوحيد ان الاوتيل ده ما يتباعش ان انا اتجوز خلال 24 ساعه. وايه علاقه الجواز بالبيع؟ لا ده موضوع كبير بقى اقوله لك بعدين. واني عروسه دي اللي هتلاقيها خلال 24 ساعه؟ ما انا لقيتها خلاص. مين؟ انت. مين؟ انت. مين؟ اسراء. مين؟ الله اكبر الله اكبر. ايه ده؟
انا مش مصدقه نفسي. انا جاي لي عريسين في يوم واحد. شكرا يا رب شكرا. اصل امي قالت لي صوم الاثنين والخميس ليه وبركه، والبركه اهي. والله شكرا يا رب شكرا. اثنين وخميس ايه يا حاجه؟ مين التاني؟ المحامي بتاعك غلاب. ايوه. تضحك على ايه؟ انت مش مصدقني؟ طب ايه رايك بقى ان هو كان بيلمح لي؟ غلاب. طب وايه رايك بقى كمان ان هو كان بيعمل لي كده اهو بحواجبه، وكل شويه يقلع في النضاره ويلبس في النضاره؟ غلاب. انت مش مصدقني ليه؟ طب لعلمك بقى سالني انت مرتبطه ولا مرتبطه؟ هو كان بيسالك عشان تتجوزين انا. اه وانا ايه المطلوب مني ان شاء الله؟ ولا حاجه، انا عايزك بقى تفتحي دماغك قوي. بس كده؟ محدش بيفتح والله. طب رن الجرس لغايه ما ابص من الشباك. بص بس. عدوي. ايه ده ايه ده؟ عايز ايه؟ ايه اللي في ايدك ده؟ انت مالك يا عم؟ انت في ايه؟ انت عينك هتخرم الفلوس. يا عدوي ده انا خايف على مصلحتك. مصلحتي معاك انت؟ مصلحتك مع اسراء. ايه مصلحتك مع اسراء؟ ده اعلان بنك ده ولا ايه؟ شركة استثمار. شركة استثمار؟ اسراء مين؟ البت اللي جت امبارح وشغلوها وادوها اوضه في نفس اليوم. ايوه عارف عارف. خلاص مالها يعني؟ تديها ال 180 من هنا ترجعهم لك 200 جنيه. انت اديتها 180 ورجعتهم لك 200؟ ما انا رحت عشان استلم المبلغ، قالت لي هات 180 تاني عشان تديهم لي 200. طب هترجعهم لك امتى؟ ما انا بطلت اسالها بقى عشان فلوسي خلصت. انت واثق فيها اسراء دي؟ دي دماغ ذريه. بقول لك جت اشتغلت وادوها اوضه في نفس اليوم. يعني انا وديتها 1870، هترجعهم لي كام؟ 645. رد يا اسراء. لحقتي تتغيري بالسرعه الفظيعه دي؟ خاينه خاينه. دكتور امجد اتفضل. الدواء بتاعك اللي بتقولي عشان البرد. مبروك يا سعيد. خفيت؟ لا تعبت اكتر. ليه؟ انت خدت كام واحده في اليوم؟ كنت باخد كبسوله ببلعها قبل النوم. ايه؟ كبسوله؟ ده مش كبسول، ده البوس. لبوس؟ وانت تديني البوس في سني ده يا دكتور؟ بقول لك يا سعيد سيبني في حالي دلوقتي، سيبني في حالي. ايه بس في ايه؟ بقول لك ايه؟ مستر فارس فين؟ عايزه في ايه؟ عايز اقول له ان لو باع الاوتيل هيتعب نفسيا اكتر ما هو تعبان دلوقتي. لا اطمن، ما هو مش هيبيعه خلاص. عرفت منين؟ سمعت طراطيش كلام كده. سعيد تعال يا سعيد تعال. عارف يا سعيد انا بعزك قوي زي ما تكون اخويا واكتر، بالرغم ان يعني ايدي قصيره يعني. سعيد قول لي انت سمعت ايه في طراطيش الكلام ده؟ عقبال عندك كده عرفت ان مستر فارس لقى العروسه اللي هتخليه يورث من جده. كويكلي كده؟ اه. مين؟ البت المجنونه اللي اسمها اسراء. ايه؟ سعيد سعيد انت قلت اسراء ها؟ يا عم انا مالي وانا اللي هتجوزها؟ ده هو. لا 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 يا سعيد مش ممكن فارس يكون هيتجوز اسراء. انت بتقول اي كلام؟ ليه؟ هو انت لقيت العروسه تانية؟ ابعد عني ابعد عني ابعد عني وسيبني دلوقتي لوحدي في الاوضه. انا عايز ابقى لوحدي دلوقتي في الاوضه. كده يا اسراء كده ادخليني. يعني انت عايز تتجوز عشان تورث بس؟ تقريبا يعني حاجه زي كده. طب ما فيش سبب تاني؟ عشان ما اضطرش ابيع الاوتيل كله. لا اله الا الله. طب ما فيش سبب تالت؟ ايه حكايه الاسباب دي؟ عموما لو كان جدي هنا كان قال لك مليون سبب. ياه انت واضح ان انت كاره الجواز قوي. بصي انا بصراحه بخاف منه جدا. طب خلي بالك انت كده هتخوفني معاك. لا لا لا، وانت هتخافي من ايه؟ انت جاي هنا تشتغلي شغلانه ب 3000 جنيه في الشهر، دلوقتي عندك فرصه تتجوزي صاحب الاوتيل كله. طب تصدق ان في وجهه نظر بتقول ان الفلوس مش كل حاجه؟ لا ما انا كنت فاهم زيك كده لغايه ما جدي بقى فهمني انها اهم حاجه وكل حاجه. بس انا جدي ما قاليش كده. انا جدي قال لي ان ال 3000 جنيه اللي هتقبضيهم على الجمعيات اللي هعملها، على الاوفر تايم اللي هشتغله، احط القرش على القرش واتجوز الراجل اللي انا عايزاه. اهو كل واحد حر في جده بقى. لا على رايك. على فكره غلاب قال لي انك مش مرتبطه. لا انا قلت على حسب، ما ريحتوش يعني. يعني ايه يعني؟ مش فاهم. انا ماليش ملكه، على جسمي زيت. وبعدين على راي الاغنيه اللي بتقول اللي راح 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 مع السلامه يا فلوس.
هي وجهه نظر برضه. لا مش وجهه نظر انا، دي وجهه نظر عمرو سعد. طب وانت بقى وجهه نظرك ايه؟ وجهه نظري ايه؟ يعني انت مثلا لما نتجوز وتورث من جدك مش هتحب؟ واللي هتحبها دي مش هتتجوزها وساعتها اكيد هتطلقنا؟ طب مش جايز بقى احبك انت؟ اعتبره وعد؟ انت وشطارتك بقى. شطارتي؟ ايه الثقه دي؟ مش جايز انا اصلا ما اقدرش احبك؟ نعم. ايوه اهو اهو شوف علي حسك كمان خدعني بعينيك الخضر دول وهم وراهم ثعبان. اللي انت ما سالتنيش يعني انا حورس كام؟ مش فارقه. 30 مليون جنيه غير الاوتيل ده كله. طب مش تقول لي قبل ما احط دي على دي؟ ده مجهود على فكره. طب انا عايز اريحك. بقول لك ايه؟ المأذون جه ولا اخطف رجلي جري اجيبه واجي؟ لا لا ما تعبش نفسك انا حبيبي. اتفقنا؟ يا خراب. حسينك ساعة تفكري وتردي عليا وشوفي بقى طلباتك ايه في المهر والشبكة والتفاصيل دي كلها. انا حاسس كده ان احنا هنتفق. هعدي عليكي في الشاليه كمان شوية. فارس؟ ايه ده معقول؟ يا نهار ابيض على الحلاوة والجمال. يا بخت اللي احنا من بخته. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. إسراء، الكلام اللي سمعته ده حقيقة؟ كلام ايه؟ انت هتتجوزي فارس؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ مين قالك كده؟ مش مهم مين اللي قال كده، المهم حقيقة ولا مش حقيقة؟ لا طبعا مش حقيقة يا ابني، 100 مرة اقولك افهم بقى. تعال. لا مش عايز. اها امجد خدي. لا يا شيخة. ايوه ايه ده؟ لا يكون فارس. فارس طب ما يجي عادي. يجي عادي ازاي؟ لا مش هينفع، لازم تستخبى طبعا. طب خش تحت السرير. لا لا ورا الاباجوره دي. هي رفيع استخبى في الحمام. الحمام؟ ايوه الحمام. يلا خش الحمام بسرعه. ايوه خش يا ابني بقى. فارس فارس يلا. مساء الخير. ممكن دقيقتين؟ اتفضل. مش ممكن، ليه الوحيد اللي انا عايزاه يجي مش بيجي؟ كل الممنوع مرغوب. هو مين ده اللي كنت عايزاه يجي؟ مش عارف. لا ما فيش حضرتك. اتفضل يا متر، اهلا بيك. كان بلغني فارس ان كنتوا خلاص قربتوا تتفقوا. يعني والله على حسب. على حسب؟ اه. قصدك ليه؟ يعني عشان الحمامات ليها قصدي الحيطان ليها ودان. يعني نقول الف مبروك للحيطان، الف مبروك لحضرتك يعني. يعني برضه والله على حسب، يا الف مبروك، يلا يبارك فيك. وانت مش نازل عليك غير على حسب. على حسب من ساعة ما شفتك في ايه؟ طب اصل هو فارس بصراحة قال لي انا هسيبك تفكري في الحاجات اللي انت عايزاها، يعني في الشبكة، المهر، البدلات، الحوافز، الحواجز. بدلات وحوافز ايه؟ مش المفروض ان هو هيتجوز الموظفة عنده؟ صح. والله بص انا بعد تفكير عميق ومجيتك عندي هنا دي على راسي من فوق، فكرت ان انا اعملها له باكج كده على بعضها ان شاء الله تبقى 5 مليون جنيه. 5 مليون؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ 5 مليون جنيه؟ يا عم وطي صوتك كتير قوي. 5 مليون جنيه يا حاج في انت هتدفع من جيبك؟ الله بس كتير على مين؟ ما اذا كان هو هيورث 30 مليون انا هاخد 5 هيبقى له 25. الحكايه كده. بس كان ليا رجاء عندك، طلب كده صغنن. اتفضل. ممكن انت تبقى تبلغه بالموضوع ده عشان انا كأنثى من داخلي يعني اتحرج ان انا اقول له. حرجي؟ خجوله. باين عليك يا خجوله من ساعه ما شفتك. هبلغه بس انا متاكد انه مش هيوافق. ما تقطعش. بعد اذنك يا خجوله. لا خجوله حقيقي. بتسوق على الخجل. يا فارس. إسراء! خرب بيتك. ايه؟ انت لسه هنا بتعمل ايه انت؟ مش هسيبك ابدا. ايه ده في ايه؟ قولي لي يا إسراء. ايه؟ هو فارس كان عايز منك ايه؟ يا ابني انت كمان غبي، ما كانش فارس اللي هنا، ده كان المتر بتاعه. غلاب؟ ايوه، انت بتستغرب ليه كل مرة؟ انت عليك اقبال غريب قوي. امجد في ايه؟ الله مش انا حكيت لك الحكايه يا حبيبي. ايوه مين فيهم اللي عايز يتجوزك؟ يا تعال ما اقول لك تاني. ايوه اهو.
ده غير مش رحمة. اسراء قولي تاني. يا اسرائيل. مش معقولة. شفت بقى على طول ظالمني كده. يا اسراء. I love you. Kiss me. 5 مليون جنيه. انت بتزعلي ليه؟ هو انا اللي طالبهم ولا اسراء؟ اصل 5 مليون ده كتير قوي. اهدى يا فارس الله يخليك لا يجي لك ذبحه، نضطر نسافر بره نعالجك هيطير منك اتنين تلاته. يا عم فل الله ولا فالك، اعمل لك ايه؟ ما انت اللي جايب لي عروسه طماعه. لا يا حبيبي انا جايب لك قطه مغمضه، انت اللي طمعتها فيك. ازاي يعني؟ ما انت اللي قايلها لازم اتجوز عشان اوت. يعني غلطتي ان انا ما كدبتش عليها؟ اهي الغلطه دي هتخليك ما تعرفش تعيش يا حلو. طب وهنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هحاول انا كده افصلها كده اخليهم 3 4 مليون بنهايه الخدمه. نهايه الخدمه؟ المؤخر يعني. لا 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 بص هو كله على بعضه كده مليون جنيه. حلو قوي يبقى تبلغها انت. استنى بس انت رايح فين؟ رايح اعصابي في اوتيل قريب من هنا. اوتيل ما يكونش صاحبه مضطر يتجوز عشان يورث. غلاب. ايه؟ عايز تيجي معايا؟ لا بص نظرا لضيق الوقت يعني اوكي انا هديها 2 مليون جنيه. انا لو قلت لها كده هتغزني بالمطوه. ايه بقى اقول لها؟ هبلغها وانا هخف. انا ما كنتش فاكره ان انت كده خالص، مالك خايف كده ومتوتر وقلقان؟ مش خايف ولا حاجه، انا بس مستغرب. مستغرب من ايه؟ مش عايز تتجوز واحده بتشيش؟ بعدين بقالك نص ساعه واقف قدامي ما قلتش جمله مفيده على بعضها. ما تخافش مش هاكل. طب الحمد لله طمنتيني انك مش هتاكليني. لا ما تقلقش انا فيجيتيريا. صباح الفل يا معلمه. اهلا اهلا. انا رشيت قدام باب الاوتيل عشان ربنا يكرمنا بقى. يلا اللي انت بتهببه ده. ما كرس لها. والفرنساوي. انا ما بياكلش عيش الكلام ده. رص عادل. ها؟ حاضر. رص الفحم عادل. اليوم اللي سرفس فيه على زمايلي. يا لهوي. غور يلا غور من وشي. تعملي فيا ايه يا دنيا؟ تعالى تعالى هنا. تعالى. ايه؟ ليه يا دنيا؟ الدنيا ما ادتكش حاجه؟ ولا اي حاجه. طب خد دي. شكرا يا دنيا. سيبك منه الواد ده، بعدين انا حاسه كده ان انت جاي لي بالتيشيرت البنك الجميل ده عشان خاطر تفاصلني في موضوع المبلغ اللي طلبته منك تحت الحساب. تحت الحساب؟ هو انت ناويه تاخدي مني فلوس تاني بعد الجواز؟ يا سلام، مش هبقى مراتك ولا مش ناوي تصرف عليا؟ بصي يا اسراء، انا مش هديكي غير مليون جنيه. انت بتستر لي بايدك وانت بتتكلم؟ بذمتك مش مكسوف على دمك؟ وكسف من ايه؟ انت كان اخرك اديكي شهر مقدم وما اديتهولكيش كمان. انا اعتبر نفسي ما سمعتش حاجه. طب خلاص يا اسراء انا هزودك نص كمان. طب عشان خاطرك انت هاخد 3 مليون جنيه بس. طب والضرايب؟ ضرايب يا نهارك اسود، انت عايز تخصم من عروستك الضرايب؟ ما تخصم بالمره القيمه المضافه. لا ما هي مضافه لوحدها. انت تهويلي على الولعه بقى. اهويلك طبعا. خلاص يا اسراء هديكي 3 مليون جنيه. وهتديهم لي امتى؟ بعد الجواز. نعم بعد الجواز ايه يا حبيبي؟ وانا ايش ضمني؟ ما انا هبقى جوزك. مش مبرر على فكره، الله مش يمكن تخلع مني وتطلقني؟ خلاص هكتب لك زفت ب 3 مليون جنيه. لا هتكتب لي 3 شيكات، كل شيك بمليون عشان يبقوا 3 قواضي وكل قضيه ب 3 سنين سجن. 3 سلامات يا وحشني. بتلات شيكات. شفت الدنيا لفت بيك واضطريت تلجأ لي عشان اعالجك نفسيا. للاسف. تخيل، ما هو ده اللي تعبني. كفايه دعابه، قول لي ايه اللي حصل. مش عارف ابيع الاوتيل بشكل كده، هبيع نفسي يعني هتنايل. فارس انت هتتجوز؟ يا فارس انا مش مصدق نفسي، مش مصدق نفسي ان اشوفك عريس وفي الكوشه قبل ما ربنا ياخد اجلي. حبيبي يا فارس مبروك. الله يبارك فيك يا ماما. اعمل لك ايه؟ ما انت بتتكلم زي امي، ويا ريتها جوازها عدله. ده انا لسه ما سددتش الشيكات بتاعت الضرايب، وهي طالبه مني شيكات للمؤخر والمهر. يا ساتر، مين البنت الطماعه دي؟ على فكره دي باد جيرل فعلا نوتي، بس مش لاقي غيرها. مين؟ جرسونة عندنا اسمها إسراء. نعم؟ إسراء؟ إسراء دي خطي خطي هاتشي. خطي إيه؟ أنت هتستهبل؟ أنا أقصد إسراء دي خطيرة، خطيرة جدا. إيه ده؟ وأنت تعرفها؟ يعني بسمع عنها كلام مش ولا بد هنا. الغلاب ده شكله هيجوزني رئيسة عصابة. لا ما تقوليش،
غلاب اللي عمل الجوازه دي؟ هو في غيره؟ غلاب اللي جايب المصايب كلها؟ انا عايز اعرف انت سايبه ليه لحد دلوقتي؟ ما ترفدوا يا اخي ولا تعلقوا على شجره ولا اي حاجه من الحاجات دي؟ ازاي؟ وبعدين حد يعمل في حضرتك كده؟ حضرتك رمز للطيبه والنقاء والعطاء. الدرجه دي زعلان عليا؟ لا عليا. ايه؟ قصدي علينا. ايه؟ قصدي على حد انت ما تعرفوش. وبعدين يعني يا مستر فارس حضرتك صاحب الفندق اللي انينا وبناكل من وراه عيش يا باشا. على فكره انت اوفر قوي. عموما بقى ادعي لي ان الجوازه دي تعدي على خير. فارس انت عايز تتجوزها بجد؟ يا ابني بقول لك ما قداميش غيرها. ازاي هتوافق تتجوزك وهي اصلا مخ ايه؟ مخلوله. ايه؟ مخلوله. ايه؟ مفتوله. مخبوله. هي مخبوله في مخها، مخبوله كده. مخبوله عشان هتتجوزني؟ ما انت كنت بتتكلم كويس. يا مستر فارس انا عايز اعرف هي ازاي هتوافق تتجوزك السفله المتاحه الرخيصه بعد ما عرفت ان حضرتك هتاخدها مصلحه وهتبقى مروحه، فهمني. بص بقى، خد بقى من اخوك الكبير. لو عايز تعرف الحقيقه، تعرف الدنيا ماشيه ازاي؟ الجواز كله مصالح، والدنيا عموما عباره عن مصالح. دنيا مصالح يا سي صالح، شوف مصلحتك. ايه البرنامج الاذاعي اللي انا قاعد فيه ده؟ مستر فارس اسمعني كويس قوي. الجوازه دي لا يمكن تتم. ايه؟ ايوه. الجوازه دي لا يمكن تتم. جواز اسراء من فارس باطل. جواز اسراء من فارس باطل. دواءه فيه سم باطل. باطل. ايه الفيلم العربي اللي انا عايش فيه ده؟ ايه؟ قست الفستان؟ قسته. بس محتاج شويه تقفيز. تقفيز ايه؟ محتاجه سمكه بعرض متر وسمكه هنا بعرض متر. تلاقي عيشه ودي الخياطه في الهاوس كيبنج. ايه ده؟ انت لحقته جبتوه امتى؟ احنا حاجزينه من شهر المأذون. طب على الله بقى صاحبك ما يرجعش في كلامه وما يدينيش الشيكات. لا هيمضي غصب عنه، بس اوعى تنسى العموله اللي اتفقنا عليها. والله ما فاهم حاجه. اروح الحقه الاحسن ينتحر قبل ما يتجوزك. أمجد؟ قال لي. قلبي لك؟ قال لي. عمري لك؟ بهاء سلطان؟ قال لي أنا هقتلك. إيه ده؟ مين ده؟ هتتجوزيها يا إسراء؟ هو مين بس إيه ده؟ فارس. فارس يا هانم. هتتجوزيه إزاي؟ وأنت خطيبتي يا إسراء. أهو أديك قلتها بعض من لسانك. يعني أنت خطيبي، وبعدين مش أنت اللي قلت من الأول إن أنا ما أعرفش حد إن أنا مخطوبة ليك، وحتى بالأمارة لما قلت لك ليه نخبي حبنا، فاكر ولا لأ؟ أيوه أنا فاكر. طيب يبقى إزاي بقى هتجوزه؟ بس هو هيتبلى عليك يا هانم؟ هو قال إن أنت مقضيتيه على شيكات. يا نهار أسود، لا 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 مفيش الكلام ده. بس الشوكة والسكينة دول كده، ده في إيه؟ شايفني طبق سجق؟ تعالى اقول لك اللي حصل. اقطعك. لا بلاش. بس بغيب من ودني، قولي تاني بس بالراحه. يا ابني حاول تسمعني. لا يا شيخه انا بقول لك نكته، انا بقول لك اللي حصل. اسراء قولي لي تاني. يا معقوله الموضوع كده؟ ايوه انا ظلمتك. شفت بقى اسراء؟ I love you. I hate you. فوتبول. ايه ده؟ ده في لعيب مصاب هنا. لا يا دكتور امجد انت فين؟ انا قايب عليك الدنيا كلها. انت بتعمل ايه؟ ده مفيش كوره اصلا. تعالى بس تعالى انزل لي فورا يا سعيد. وليك نفس؟ يا سيدي هي بلا شغل ولا لعب. بقول لك يا سعيد انزل لي فورا بس على فلوس، انا سفاح. انا احب الفلوس مع اني ما بشوفهاش. وانا بموت في الفلوس وما بمسكهاش. بقول لك يا سعادة، لو لقيت حد معاه فلوس قول لي ادينا. لقيت. ايه؟ مين؟ انت. انا؟ انا؟ يخرب بيتك بتضحكني. لقيت معايا حاجة تهمك قوي قوي قوي، بس كله بتمنه. تهمني؟ أكيد الكورة. لا سيبك من الكورة، حاجة أهم. حاجة أهم ليا أنا؟ يا الكتيب يا السماعة. والاثنين انا سايبهم في المكتب يا لئيم. دكتور امجد انا عايزك تصحصح كده وتفوق معايا. انا عرفت كل حاجه، بس اطمن سرك في بير. سعيد بس طلع لي شويه ميه من البير. لا احترم نفسك، احترم نفسك يا سعيد.
مش عشان رفعت الحواجز تقوم ترفع لي الحواجب. انا ما حدش يتكلم معايا بالطريقه دي. انا دكتور امجد. امجد يمرض لكن لا يموت. اتكلم معايا كويس. طب يا دكتور امجد، مش عايز توشوشني حاجه في ودني؟ سعيد بقى ما تستغلش حبي ليك يا اخي، انت صحيح اخويا بس انا ما عنديش حاجه اقولها لك. ولا عايز تقول لي حاجه في ودني دي؟ سعيد ارجع لورا، ارجع لورا لاني بدات افهمك بشكل مش كويس. لا انا اللي بدات افهمك صح. بكره تندم يا جميل. الكوره، عارف ازاي الواد ده ذكي قوي؟ يعني ايه؟ انا هفضل قاعده كده لغايه ما يتنال يتجوزها؟ فريده الحمد لله لقيتك. ابعد عن وش السعاده، مش طايقه نفسي. خلاص مالكيش في الطيب نصيب. استنى، تقصد ايه؟ معايا ليكي فيديو حياه او موت بالنسبه لك. قولي. هسيبك تتفرج عليه براحتك بس بعد ما تديني حقي، اصله مكلفني كتير قوي. عيب عليك يا سعده، انا عمري كلت فلوس عليك يا ولا. هو انت بتعملي حاجه غير ان انت بتاكلي عليا الفلوس؟ طيب ادوني اتفرج عليه عشان اقدره لك. امري لله، مشكلتي اني طيب وعلى نياتي وبصدقكم قوي. هتتجوزيه ازاي وانت خطيبتي يا اسراء؟ اهو ايه ده؟ ادي كل ده وعد من لسانك. البنت دي مخطوبه لامجد؟ وكانت مخبيه على الفندق كله. امجد هتتجوز فارس ازاي؟ شوفيها قالت الامجد. بتوشوشه، انت مش مسجل الوشوشه؟ هو انا هسجلها ازاي ان شاء الله؟ ثم انا ما بتدخلش في اللي ماليش فيه. لا قوي، انت هتقولي انا هعمل ايه هنا دلوقتي؟ انا عايز اعرف هم ناويين على ايه؟ انا ماليش دعوه، انا قلت لك على اهم معلومه. معلومه ناقصه، معلومه ناقصه. انت بتعملي ايه؟ بعت الفيديو. كل ده عشان ما تدينيش حقي؟ كسر حقك. راحه فين؟ حسك عينك تقول لحد ان انت اديتني الفيديو ده بيموتك. طب اعمل انا يا ربي مع الناس دي؟ حرام عليكم يا ناس، انا حاسس ان انا بقيت مدمن فلوس والله لا مقلبهم في اي حاجه. ايوه خلاص، بعتولي فستان الفرح على الاوضه، هخلص حجر الشيشه اللي في ايدي واقوم اقيسه. سلام. في عروسه في الدنيا بتشيش ليله فرحها؟ قلتم ما انت دخل في ما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. في مقوله ثانيه بتقول ان رقبتك في ايدي، فنتكلم كويس. ايه ده؟ معلش فكرني بنفسك. انا مستر ادهم من الريسبشن، ونحط تحت مستر 3 خط عشان عايزك في موضوع مهم يخصك يا اسراء. ايه؟ تكونش مزنوق في جوازها انت كمان؟ انا فعلا مزنوق بس في جوازها ثانيه. مش فاهمه، انجز وقول. هفهمك، سعيد الدبل من كشفك يا اسراء وعرف ان انت مخطوبه لامجد. امجد مين؟ امجد مين؟ فقدت الذاكره دلوقتي؟ امجد الدكتور اللي شغال في الاوتيل واتفق معاكي تيجي تشتغلي هنا بشرط ان انت ما تقوليش حد ان انت خطيبته. لا معلش فكرني بيه اكتر. افكرك بتاع لا 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 يا اوتيل. افتكرتي كده؟ اللي بيقول اي لاف يو. ايوه هو ده هو ده هو. لا مش فاكراه الصراحه. احنا هنستعبط. انا مش فاهمه انت عايز ايه. سعيد سجل لك صوت وصوره انت وهو وب 10 جنيه مش ياخدها، حد بس يعشمه هيفضحك في الاوتيل والغردقه ومش بعيد الموضوع يوصل الجونه. الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده. يا ستي ركزي معايا، مفيش وقت. فريده زميلتي في الاوتيل معاها نسخه من الفيديو واكيد هتضربك اسمين عشان تبوظ الجواز عند مستر فارس. دوم دوم اس اس تاخد كام وتديني اصل الفيديو؟ حبيب قلبي ماما انا مش عايز فلوس. امال عايز ايه؟ انا عايز فريده. نعم افهمك الموضوع، انت لو بلاها امجد وهتخلصي فارس يبقى توكلي على الله، الحقي مستر فارس عشان كمان انا الحق فريده واتجوزها، فابوس ايدك اتدقلجي اتشقلبي وسيبك من الشيشه دي عشان مضره بالصحه وروحي لمستر فارس خلصي معاه. ما انت شطوره اهو، ما تعمل انت الحاجات دي. ما انا لو متني كنت عارف اعمل حاجه، كنت جبت لك والدك انك تعملي حاجه. طب خلاص ماشي هعمل كده عيني. ماما سيبي الشيشه. هخلص اخر بق واقوم. اخر بق؟ ايوه. ايه ده؟ انت بتضربي في شرم على الشيشه؟ قومي يا اسراء. حاضر يا اسراء. حاضر يا ستي، اجيب لك الحرنكش. ايه؟ انزل اجيبهولك من داون تاون؟ ممكن الاقي معاني الغداء ما فيش حاجه زي دي. حاضر حاضر. سلام يا شقيه. عايز اتسربك من الاوتيل عشان ما تلحقش الجوازه. جوازه ايه؟ جوازتها على فارس. نعم فارس. فارس لازم يتجوز بسرعه، هو ما قدموش غير اسراء. سعيد انت اكيد فاهم غلط، الموضوع غلط تماما. انت اكيد تقصد اسراء تانية خالص. اسراء، انت اسراء اللي هي انا، اسراء
اسراء الجرسونيره، قصدي اسراء الجرسونه. انت هتستعبط؟ ما انا عرفت ان اسراء خطيبتك. ايه؟ لا ده اكيد اشاعات، وبعدين انت عارف الاشاعات بتطلع كتير جدا على المشاهير والشخصيات العامه وكده. سعيد هو انت عرفت منين؟ معايا فيديو. ايه؟ ايه الشخص الخسيس الجبان اللي ممكن يكون صور فيديو زي ده؟ انا هجيبه. انا اللي صورته. اسيبه. سعيد انت صورتنا ازاي؟ صورتنا من انهي زاويه بالظبط؟ صورتكوا وهي بتوشوشك في ودانك، وجيت لك ووضحت لك، وقلت لك مش عايز توشوشني في ودني دي وتقول لي حاجه، او تعرفتي حاجه في ودني دي، وانت ما شفتنيش. لا ازاي يا سعيد؟ بالعكس انا شايفك طول النهار رايح جاي في الفندق، رايح جاي. طب يعني من الاخر كده هتشوفني ولا اشوف غيرك؟ سعيد صدقني انا شايفك كويس، يمكن مثلا العدسات تعباني شويه. صحصح معايا يا دكتور. صحصح؟ اهو يا سيدي اهو. دكتور انا عايز فلوس يا دكتور. ها؟ ياه حاسس ان نظري رجع لي فجاه. قد ايه؟ قد ايه انا شايف ان السما صافيه وجميله؟ يا ابني اللذينة ترى صور ايه؟ من انهي زاوية؟ هتتجوزيه ازاي؟ وانت خطيبتي؟ ده خطير جدا. اهو ادي كل ده. ايه رايك بقى؟ برافو عليك يا سعيد. انت فاكرني ببيت دي عشان اسلم عليك؟ انا عايز عمولتي تمن الفيديو العالمي اللي انا صورته. قول لي في الاول يا سعيد، فارس شاف الفيديو ده؟ معنى كده ان مستر فارس ما يعرفش ان البيت دي مخطوبه للدكتور امجد؟ طبعا ما يعرفش. ولو عرف هيخلع من الجوازه ويصعب عليه امجد زي ما صعب عليه ادهم وساب له فريده وما رضيش يتجوزها. انت يا ابني شغال بيلمن ولا محلل نفسي؟ هتديني كام عشان ما بلغش مستر فارس وتبوظ الجوازه وتضيع عليك عمولتك؟ اوبا ابتزاز. انت عارف عقوبة ابتزاز محامي في اوقات العمل الرسمية ايه يا سعيد؟ طبعا عارف. ابتزاز. وعلى فكرة بقى انا ليا في الكاشات مش في الشيكات. هديك اللي انت عايزه يا سعيد، بس انسى الفيديو ده خالص، خلينا نلحق الجوازة اللي حلتنا. راح فين؟ الموبايل بتاعي. لا انسى الموبايل ده كمان يا سعيد، معلش عشان خاطر، معلش معلش. هو يعني لا فلوس ولا احترام؟ استاذ غلاب. ايه ده؟ انت كنت ماشية؟ افتكرتك مش جاي. لا خلاص اعتبر نفسك ما شفتنيش. ايه ده؟ انت فاكر نفسك هترجع في كلامك معايا ولا ايه؟ تصدقي حتى دي مش هقدر عليها. انا مش فاهمه انت خايف قوي ليه كده. الله انا ما بقتش عارف انا خايف من ايه ولا من ايه ولا من ايه. اتفضلي الشيكات بتاعتك هي اللي انت طلبتيها. يا حبيبي الحقي اللي بتقول له يا حبيبي. امسك نفسك لسه اللي جاي بلاس 18 يا روحي. هقتلهم. خلاص رضيتي عني؟ طبعا. واوعى تحط في دماغك انك انت تربط موضوع الشيكات بجواز. لا 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 سمح الله. امال ربطتيه بايه بقى؟ بسعر اللحمه النهارده؟ ربطته بحبك ليا، والشيكات دي اكبر دليل على حب. الحقي دي ناقص تبوسه. بصي يا قلب امك، انت تغمض عينك وانا اوصف لك. اقتلهم اقتلهم. بص يا اسراء احنا مش هنضحك على بعض، لا انت لحقتي تحبيني ولا انا لحقت احبك، اللي بينا مصلحه. اوعدك وعد بعد الجواز هتموت فيه. في السجن بقى ان شاء الله وانا محبوس بالشيكات دي. قول حبيبتي وحشتني وحشتني حبيبه قلبي حبيبه قلبي. فلوس تري 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 تعالي توتي تعالي توتي تجيبك تسيبك وتخلي كل الناس حواليك فلوس دي. يا نهار اسود، هو فارس جاي ياخد الشيكات تاني ولا ايه؟ ايوه يا ربنا يا ربنا مش ممكن. ايه اسراء؟ نعم. ايه انت ايه امجد؟ لحقتي حبيبي جيب بقى حب العزيز والحرنكش؟ يا سلام، مش السيزون بتاعهم يا هانم. ايوه انا عرفت اللي فيها، انت كنت بتبعتيني عشان ما احضرش جوازتك على فارس بيه. تاني يا امجد الكلام الهبل اللي انت بتقوله ده. ايوه واديني شفتك اهو وفستان الزفاف. زفاف؟ على فكره عشان تعرف ان انت ظالمني انا لابسه فستان الزفاف ده عشان بجربه عشان يوم زفافنا انا وانت. ابعدي عني. كدابه كدابه كدابه. اسراء انا شفتك بنفسي وانتي بتاخدوا مني الشيكات. ايوه بتقولي له يا حبيبي. انت هتاخد حقنه ولا ايه؟ في ايه؟
يا امجد افهمني، انت مش فاهم حاجه، تعالى بس اما اقول لك. لا ايه يا هانم، عايزه تبعتيلي ليه تاني؟ ها اجيب لك دوم؟ طب دوم عليا بس وانا هقول لك الحكايه. لا تعالى بقى بضعف. شفت بقى انت عارف ايه كمان؟ بتغيري مودي. ايوه تعالى بحكي لك كمان. مش كنت تقولي من الاول دايما ظلمني اسراء؟ I love you. يا رب بموت فيها. انت حته بدله نحس، يمكن لما كنتش لبستك كانت الجوازه تمت. والله ما عارف مين فينا النحس انا ولا انت، بس هتكون البنت المجنون رجعت وجابت الشيكات. يا رب تكون هي. عاوزك ضروري. خشي. الحمد لله ان انت لسه ما لبستهاش. هلبسها، هو انا عندي بدله غيرها؟ انا ما بتكلمش على البدله، انا بتكلم على العروسه نفسها. لا بقول لك ايه فريده، احترمي نفسك. انت يا بنتي بقى مش هتبطلي النفسانه اللي انت فيها دي؟ انت عارف لولا النفسانه بتاعتي دي انت كان زمانك دلوقتي متسوح ورا الشمس. ما تتجوزي بقى وتخلصيني من ذنبك. بقى كده؟ طب ما تخلينا في ذنبك انت احسن. تعالى بص على الفيديو الجميل ده قبل ما تتجوز العروسه الجميله بتاعتك اسراء. اظن بقى هتقولي لي انهم منعوا الجواز، ولا هتقتل وانا بتجوز. انت بتتريق، انت فعلا هتموت لو اتجوزتها الليله دي. خطيبها هيقتلك. ايه؟ خطيبها؟ هي مخطوبه؟ ما تيجي نشوف. هتتجوزيه ازاي وانت خطيبتي إيه اسراء؟ ده امجد. بالظبط، خطيبها بقاله سنتين وجابها تشتغل هنا وقال لها ما تقولش لحد انها تبعه. من اللذينة اتاريه. اول ما قلت له انا هخطبها قعد يقول لي دي خطيره ورئيسه عصابه. ما هو انت قلت له؟ ما لازم اقول له، بس هو ما قاليش انها خطيبته. فالح تاخد بالك بقى منهم هما الاثنين، عشان شكلك كده ما شاء الله داخل لي على جنازه مش على جوازه. بص يا فريده انا عايز منك خدمه، انا عارف ان انت كاتمه اسرار جدا. انا مش عايز حد يشوف الفيديو ده خالص. اه حد شافه قبلي؟ يا نهار اسود الاوتيل كله شافه. يعني مش بالظبط قوي كده، انت اخر واحد اصلا في الاوتيل تشوفه. شكرا يا فريده، اتفضلي اتفضلي. طب ايه المصايب دي؟ ايه المصايب دي؟ تسلم ايدك ست بجيزه، اللي اتحمر واللي اتقمر واللي اتدقق واللي اتقمر. مين؟ ايه ده؟ بنحاول تسلم يا رب. ايوه ايه ده؟ انت لبستي الفستان؟ اه على انا لبست الفستان، انت بقى ما لبستش البدله ليه؟ ويا ترى بقى الفستان ده لابسهولي ولا لابسه لحد تاني؟ هلبسه لامي يعني مثلا؟ لا لا سمح الله يعني. بصي انا عايز اوريكي حاجه. ايه؟ هتوريني ايه؟ ايه رايك في الفيديو ده؟ لا اله الا الله، بص العربيتين خاطب بعض ازاي؟ ايه ده؟ لا لا مش ده مش ده. امال ايه؟ هتتجوزيه ازاي وانت خطيبتي يا اسراء؟ ايوه ادي كل ده بعض. امجد خطيبك؟ لا 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 مش عارفه. يعني ايه؟ ممكن افهم؟ لا ايه ده؟ تمام يا شيخه صوتك عالي قوي، الاوتيل كله هيسمع. انت عارف ايه كمان؟ ايه ده بجد؟ ايوه تصدق اقتنعت؟ فارس اي لاف يو. اي لاف يو تو مو. باي بقى. باي. ام الباب ده؟ هقفر. ها طمني اسراء قالت لك ايه؟ قالت لي انها فعلا كانت مخطوبه لامجد لغايه ما عرضت عليها انا الجواز. وانت قلت لها ايه؟ سالتها ايه اللي خلاها تغير رايها بالسرعه دي؟ وهي قالت لك ايه؟ قالت لي ان هي معايا حاسه بامان اكتر. وانت قلت لها ايه؟ يا عم ارحمني، قالت لك ايه؟ قالت لي ايه؟ في ايه؟ ايه يا عم بطمن عليك وبشوف نويت على ايه؟ لاول مره احس ان انا مش عارف اخد قرار. لا القرار ده سيبهولي انا بقى. فارس انت لازم تتجوزها حالا. بعد كل اللي عرفته؟ ايه يعني؟ هي أول واحدة تسيب خطيبها وتتجوز حد غيره؟ دي ما اتجوزتنيش أنا، دي اتجوزت الشيكات اللي أنا مضيتها لها. مش مهم، ما أنت كمان هتتجوزها وهتاخد مراس جدا. آه،
وبعد كده بقى تسيبني لما تلاقي واحد اغنى مني زي ما عملت مع امجد بالظبط. لا امجد ده انسان خالص، امجد ده ان شاء الله هنحطه في كيس زباله كده ونسربه زي القطط ونخلص منه ونجيب دكتور بجد بقى يليق بالاوتيل بقى يا فارس. لا 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 انا حاسس ان الجوازه دي مش بجد. لا هتحس اول ما تمضي كده عقد الجواز باليمين وتستلم راس جدك بالشمال واخد انا العموله بتاعتي بقى عشان اظبط حالي بقى. بقول لك يا غلوبه ما بلاها اسراء وشوف لي اي واحده ثانيه. واحده ثانيه ازاي؟ انت مش ماضي الاسراء شيكات؟ طب ويعني ايه؟ يعني هتقول لها فاكست الجوازه، هتقول لك انست والسلام عليكم ورحمه الله. يا عم استنى بس. عايز ايه يا فارس؟ وال2 مليون ونص؟ اديك قلت بنفسك. يبقى لازم تتجوزها حالا وباي طريقه يا فارس. يا اخي انت مقنع قوي. اجري يا اسراء اهو. هنروح فين دلوقتي؟ على القاهره طبعا. على القاهره؟ انت مش هيقدروا يوصلوا لنا؟ مش هيتحاولوا.